عنوان الكلمة إن شاء الله بتكون البعض يبني الكود أو يبيع الكود والبعض يبيع الذهب. أحب أسأل بس على السريع كذا على أساس أتعرف على الحضور الكرام، كم من الحضور تكنيكال يعني مبرمجين أو تكنيكال مش هواة التكنولوجي تكنيكال؟ ها طيب كم تخصصهم بزنس، إدارة، تسويق، مبيعات، تطوير أعمال؟ اوكي كم من قطاعات اخرى؟ اوكي ان شاء الله. جميل يعني نتكلم تكنولوجي ما في مشاكل، ها الكل رياض جيكس فاتوقع انه في اهتمام. كيف ادعس؟ طيب على بركه الله. اتمنى انه نخلي الكلمه كلها تفاعليه، يعني ما نشي يكون رسمي. الجماعه كلموني انه ببدا اتكلم بعدين 15 دقيقه في الاخير، افضل انه يكون تفاعلي. اذا اي حد عنده سؤال في النص خش عليه، ادخل على طول وخلينا نتكلم، نخلي الحوار تفاعلي على اساس ايش ما حد ينام. انا شايف الساعه 8:30. طيب اعطيكم خلفيه على العقار ماب، تمام؟ يلا نستغل الوقت ونسوق للشركه وكذا. اولا حاليا ابني فريق السعوديه، فاي حد بعد الكلمه او خلال الكلمه عنده اهتمام انه ينضم لفريق العمل، مهتم جدا انه اتعرف عليكم ومن كل التخصصات، تمام؟ فهذه هو الإعلان التوظيفي، وندخل بعدها بالإعلانات الأخرى. المشروع له 3 سنوات، بدأ المشروع تقريباً 2009-2010، بس بدأ فعلياً كشركة في مايو 2011، تمام؟ قبلها كان معنا مكتب صغير في اليمن على بال بس تأسيس الشركة وبداية تطوير البرودكت، لكن كشركة فعلية كان أول بدء فعلي لنا كذا بشكل تجاري في السوق المصري. تفضل. طيب ما في اشتراطات في كذا. طيب انا بسال سؤال حيرني صراحه. تفضل. اللي هو وجود المناخ المناسب في امريكا والسيليكون فالي. طبعا انا كنت متابع لك في برنامج اي تك يعني من الازهر وكذا. ايوه. فانا بسال وش سر يعني التحول النقل هذه؟ أنا هذه صراحة حيرتني نوعا ما. جميل. البيئة في ذاك الوقت يعني ما تقارن باللغة هنا. صح. إيه ما تقارن، ما أدري رأيك إنه البيئة هنا سلبية ولا إيجابية؟ أنا أشوفها إيجابية لريادة الأعمال والتجارة. التنافس في السوق الأجنبية والسوق أمريكا، صح فيه الموارد والدعم وكل هذه الأمور، لكن السوق التنافس فيه عالي جدا. كان ممكن ننافس، بس أنا صراحة شفت سوق أبسط وأسهل، السوق العربي ما في فيه منافسة. الشباب عادهم في البداية، فحسيت أنه ممكن لو دخلت السوق العربي وبدأت مشروع فيه ممكن أتحرك بشكل أسرع وننجح بشكل أكبر وما في منافسة. يعني في استراتيجية، تعرف استراتيجية المحيط الأزرق والمحيط الأحمر، أنه تروح للأسواق اللي هي مفتوحة ما فيها تنافس عالي، فهذا كان السبب أن احنا دخلنا السوق العربي. تفضل. ما كنت في سيليكون فالي، زرتها كذا على السريع. كنت يسألني الأخ إيش كنت أعمل بسيليكون فالي، زرتها مرتين بس. كنت في سياتل، كنت سياتل واشنطن، كنت مدير مشاريع التجارة الإلكترونية في شركة بوينغ، يعني في بوينغ. بالنسبة لأدائنا في السوق المصري، شوية إحصائيات بس تعطيكم فكرة عن فين وصلنا في عقار ماب. حاليا معنا 700,000 زائر شهريا، و سنة 2012 تم بيع تقريباً 3800 وحدة عن طريق عقار ماب بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري، والحمد لله يعني نجاحنا في السوق المصري كان ممتاز جداً، والآن عندنا طموح أن نتوسع الأسواق الأخرى. في ملحوظة كذا مهمة، أول ما بدأنا كنا مغطين الوطن العربي كامل، لو في ناس يمكن ذاكرين كان السعودية موجودة في عقار ماب، وبعدين لاحظنا أنه أدائنا كان ضعيف في كل الدول، فانسحبنا وركزنا على سوق واحد فقط اللي هو مصر، والآن ننمو بشكل تدريجي، وشايفين أن هذه يعني كانت مفيدة جدا، رغم أنه في البداية كنت مصر أنه لا الكل يا كله يا ما فيش، بس بالفعل كان رأي الناس الذين نصحوا لي أصح، والوقت علمني يعني بعد عدة أشهر ركزنا على مصر. تمام. طيب أنا اختصرت بصراحة، كان في مقدمة كذا فيها مسحة بس ما في وقت، خلينا ندخل في الموضوع على طول. ايوه على الكتف على طول. طيب يا جماعه انا متوقع ان الموجودين مش ناس مبتدئين، فلهذا حاولت اركز في كلامي مش على الكلام اللي هو العادي رياده الاعمال والمشهور وما ادري ايش، حاولت اركز على منطقه شايف انه
كثير من رواد الاعمال، كثير من الشباب اللي معاهم مشاريع تقنيه، كثير من اللي حتى مجالهم مجرد هوايه في الـ في الـ في, الـ في التكنولوجي معاهم فيها مشكله. فحبيت اتكلم على هذه النقطه، اشوف ان احنا تعلمنا شويه حاجات خلال السنتين الثلاث الماضيه، فيمكن اشارككم الذي تعلمناه، قد البعض يستفيد وقد البعض يضيف ويساعد نظره. تمام. المشكله الذي حاسس انها موجوده انه عندنا امكانيات ان احنا نبني منتجات تقنيه. انا شايف الامكانيه هذه موجوده في السعوديه، في اليمن، في مصر، في الاردن، في كل الدول العربيه. الشباب ما شاء الله عليهم لو ركزوا على اي شيء ممكن يعملوا، وممكن يبنوا تقنيات يعني تتصل الى مستوى المنافسه على النطاق العالمي. لكن دائما معانا مشكله ان التقنيه يتم بنائها وما يحصل شيء بعد كده. بنينا منتج، بنينا شركه، اي بي ايز، كل شيء، بس ما تحول البرودكت، المنتج ما تحول الى شركه ذات ارباح وذات نمو وتوسع. فبتكلم على نقطه واحده اعتقد انها جزء من المشكله، مش المشكله بالكامل. انا اشوف انه في مشكله معانا في التسويق والبيع. مشكلتنا الان كمشاريع تقنيه او كشركات رائده في المجال التقني معانا مشكله في تحويل المنتج، يعني من طور المنتج الى طور الشركه، وفي عندنا نقطه ضعف في التسويق والبيع. تمام. فبتكلم على هذه المناطق، بتكلم على شويه نقاط او اساليب احنا استخدمناها. قد تكون اسباب المشكله انه مثلا مؤسس المشروع او صاحب التقنيه الذي جالس يبنيها واحد تكنيكال، فهو ما عنده مشكله انه يبني البرودكت ويدخل في التكنيكاليتيز ويعمل له اوبتمايزيشن كل هذا، بس بعد ما يكمل ما عنده خبره في التسويق. قد يكون سبب، قد يكون عدم فهم للسوق. يعني احيانا الواحد يبني منتج بناء على توقعاته الشخصيه، خصوصا في نصائح كثير يقول لك ابني منتج لنفسك. تسمع هذه دائما، انه يقول لك ابني منتج يحل مشكلتك الشخصيه وهذا بيمشي معك كويس، وهذا نصيحه كويسه بس مش دائما. احيانا يكون انت حالتك حاله خاصه وتروح تبني منتج لشيء معين. تمام. انا بغش بس كتبت شويه ملاحظات هنا. طيب، ففي معنا كمان الان بدانا نلاحظ في شركات بدات من 3 سنين، من 4 سنين، من سنتين بدات تغوص، يعني كان في حماس حولها وكذا، ووصلنا لمرحله يا اما ما عاد نسمع شيء جديد على هذه الشركات او ما حققت نمو، وبعضها خلاص قفلوا المواقع او قفلوا المنتجات تبعهم. هذا مؤشر خطير. ايش السبب؟ يعني انا دائما اي حد يقول لي قفلت شركتي ولا والله فلسنا ولا، احب اتكلم معه اقول له ايش المشكله؟ ايش الذي حصل؟ فجزء من المشكله الذي شفتها انه الوت اوف فوكس، يعني تركيز كبير على الجانب التقني وجانب بناء المنتج، بس بعدين يعني حرام بصراحه انك تبني تتعب وتعمل كل شيء وتنتج وتطلع المنتج وبعد كده تقفل الشركه او تفشل. تمام. شيء اخر كمان مهم احب اتكلم عليه، واعتقد انه جزء من المشكله هو سوء التسعير. انا شايف انه في مشكله بالفعل عند معظم التقنيين العرب او رواد الاعمال العرب اللي يشتغلوا على بناء منتجات في القطاع التقني، انه عندهم تسعير سيء جدا جدا جدا، او تعرف تقول انهم يبيعوا منتجهم وخدمتهم بسعر زهيد جدا وكان ممكن انهم يبيعوه بسعر افضل. وهذا الموضوع احب اتكلم عليه بشكل كبير. انا شايف انه في فرصه كبيره ان احنا نتعلم كيف ممكن نبيع المنتج بالسعر المناسب ونعرف ايش الفاليو الذي نقدمه. مش لازم نبيعه بسعر التكلفه. في شباب يقول لك يا اخي هذا بنيته بساعتين ولا بليلتين ولا بثلاث ايام، مجاني، بينما كان ممكن ياخذ منه فلوس. مش مهم كم جهد انت حطيت فيه بقدر ما هو ايش المشكله اللي تحلها وكم العميل او المستهلك مستعد يدفع مقابل بالفعل الادد فاليو تبعك، وبناء على كذا تسعر. تمام. فهذه النقاط، هذه الاشياء اللي بحاول اركز عليها واقدم شويه حلول نستخدمها، يعني استخدمها شخصيا في معظم مشاكلي. تمام. طيب اول نقطه بنتكلم عليها التسويق. مهم جدا، ما في يعني صعب جدا، في حالات نادره جدا ممكن تبني منتج ويتسوق من نفسه، يعني ما تعمل له اي تسويق ويمشي على طول وكذا، يعني هذه حالات خاصه. فخلينا نتكلم على الحاله العامه، انه اي منتج تقوم بتطويره لازم تسوق. وفي ناس يعني في مشكله كبيره بفهم معنى كلمه التسويق، مشكله عميقه جدا. يعني كنت امس عند المطور عقاري هنا في الرياض، ويكلمني على هذه المشكله، يقول لي يجوني العملاء، هو مدير التسويق، ويدخل يقول وين التسويق؟
يعني يدخل هو جاي يشتري مثلا فيلا ولا شيء، يقول له وين التسويق؟ دخلوا التسويق يقول له كم الفيلا؟ لا توريني الذي عندك. هذا يعكس عدم فهم حتى الجمهور والناس كلهم لمعنى التسويق. المفروض يدخل يسأل على من؟ المبيعات مش التسويق. ايش دخل التسويق؟ بس كلمة مسوق حتى مندوب المبيعات يسموه مسوق. فإذا ما في فهم اصلا الفرق بين التسويق والمبيعات هذه مشكلة كبيرة. والتسويق عادة يبدأ، ما بتكلم كثيرا على علم التسويق، انا متأكد انكم فاهمين اشياء كثيرة وممكن في ناس يفهموا فيه بشكل اكبر، بس مهم جدا ان احنا نعرف متى يبدأ التسويق. في ناس يبني المنتج كامل وبعدين يقول يلا هات واحد يسوق. التسويق يبدأ قبل بناء المنتج. اول خطوة في التسويق هي دراسة السوق، يعني جزء من التسويق is market research، لازم تفهم السوق. فلهذا قبل ما تبدأ بناء منتجك أول شيء لازم تعرف إنه من المستهلك، من المستخدم، وتعرف بالضبط من المستخدم بالفعل. customer discovery ممكن تسميها، اعرف من الذي بيدفع لك الفلوس. يعني ممكن تجد المستهلك لكن مش العميل. أنا أحب أفرق أحيانا بين المستهلك والعميل، وأحيانا العميل هو المستهلك. أنا أفرق بينهم، يعني حتى عندي في الشركة بسميهم الكونسومر المستهلك والكلاينت اللي يدفع الفلوس. ففي ناس كثير يبني المنتج للمستهلك وينسى العميل، فالمستهلك يستخدم المنتج ويكون سعيد جدا لكن نسينا نفكر في العميل، ما في فلوس تقفل الشركة. والله أنا نفسي أستخدم مثال كذا يعني أمامي كذا بس مستحي، فخلينا خلينا كذا بعيد عن لا طيب خير. المهم الماركت ريسيرش مهم، وقصدي بالماركت ريسيرش دراسه السوق، مش دراسه اللي هي الدراسه كم التكاليف المدري ايش. لا ركز لي على من وين بتجي الفلوس وكم هذا العميل مستعد يدفع وايش البدائل اللي يستخدمها حاليا وهل وكم الفاليو الذي انا بقدمه مقارنه بالبدائل وكيف ممكن اسعر منتجي. هذا الذي المقصود بالماركت ريسيرش، تمام؟ التركيز على هذه النقطه. الشيء الثاني البوزيشنينج اللي ما ادري الموضوع لو ترجمناها حرفيا المكانه الذهنيه. المكانه الذهنيه كويس، هي هذا تعريف ادق. دكتور عبيد العبد بالفعل هذا تعريف ادق، لان البوزيشنينج از اولويز ان ذا مايند. المكانه الذهنيه عجبني التعريف، انا سميت موضوع. طيب المكانة الذهنية يعني الان انت تبني منتج، مهم جدا تفكر كيف المستهلك، يعني فين تريد تكون بالنسبة لذهن المستهلك لما يفكر فيك. يعني مثلا لو انت تبني منتج تليفون ايفون، تريد المستهلك يفكر فيك اول ما يفكر بالاتصالات بموبايل بانوفيشن بهذه الحاجات، تمام؟ طيب وكمان بعد كده تحاول تفكر بالعميل. يعني كيف بتموضع او كيف بتحط شركتك وتوضحها في السوق، تمام؟ شويه صعبه اوصل المعلومه هذه بس مهمه. كثير من الشباب يبنوا منتجات ويروحوا البوزيشننج يعملوه فين؟ في الجانب التقني. يعني انا مثلا كثير يعرفوا شركتنا عقارنا يقول لي يعني جوجل مابس عقارات. على الأقل يعني جوجل مابس عقارات، استخدمت الجوجل مابس اي بي اي عملت عقارات. عمري ما اعرف شركتي ابدا، لا يمكن. ولا يجي يسالك ايش البلاتفورم تبعك، ايش تستخدم بي اتش بي، ايش دخل هذا يعني لان المشكله الشباب تكنيكال فيدخل الموضوع من الجانب التكنيكال. ايش عملت؟ وفي ناس كثير يسالوني عقار ماب ايش النجاح؟ لو ركزت انا الان لما عرفتكم بعقار ماب ايش خسرتم؟ مبيعات 3800 وحده 2.5 مليار جنيه مصري على طول. واضح انا اتكلم عنك، ما قلت لكش جوجل مابس بي اتش بي كود اجنايتر كيك بي اتش بي اي بي اي، ايش دخلنا هذا الخبر؟ فالشباب لازم تطلعوا من القوقعة التقنيه هذه، تستخدمها بس وانت تعمل الار ان دي والديفلوبمنت وكذا. لكن لما تطلع للسوق تغير البوزيشننج تبعك. على فكره كانت عندي هذه المشكله، كنت ادخل للعملاء. انا بصراحه تعلمت هذا مع الشغل، ادخل للعميل ايوه مدري ايش معك، معنا جوجل مابس اي بي اي ونطرحك والجي بي اس، اتكلم على التكنولوجيا اللي بنيناها. الشركه تدخل عند شركه كبيره مثلا، حول الاي تي ديبارتمنت ايش فاهم؟ ما يفهم هذا، جالس اكلمه يقول يلا اي تي ديبارتمنت. ادخل عند الاي تي ديبارتمنت، اذكر واحد مصري اول عميل معلش مش فاكره تحديدا. دخلت عنده اي تي ديبارتمنت، اكلمه قال لي اعرف اعملها. ايش عمل لك؟ اصلا هو اي تي هو زي يقول يعني
جوجل مابس اي بي اي على فكره درسنا. طيب يا اخي الله يحفظك، احنا جايين نبيع لك خدمه وكذا. فاكتشفت قلت والله لازم ابتعد عن الاي تي بي بس اعرف اشتغل. فبعدين بدات افكر من هو عميلي؟ من عميلي داخل الشركه؟ من انا لازم اتكلم مع من؟ فبدات اغير اسم عقارنا. لما اتكلم عن عقارنا بتكلم عليه كشيء اخر. ادخل اقول لهم احنا قناه تسويقيه. ايش قناه تسويقيه؟ تسويق، ودي للتسويق. يعني الاول واحد يجي يقول لك ودي للتسويق، تروح للتسويق تقول له انا قناه تسويقيه، وتغير من البوزيشنينج تبعك، تغير شكل شركتك. ولا اتكلم تكنيكال، ولا اكلمه على التقنيه تبعي، ولا ادخل بالتفاصيل هذه، ما له دخل اصلا بالتفاصيل. وفي النهايه اللي يعرف انت ايش بالنسبه له. فلهذا نفكر كلنا الان لما نبني منتج كيف بيتم تسويقه، من الفئه المستهدفه في جهه العملاء، وكيف ممكن اغير شكل الشركه، يعني حتى اسلوب تعريفها، كيف تقدم نفسك مهم جدا. يعني ما كان في معنا شاب كمان من مصر فاز بجائزه قبل يومين كذا، وكان معايا صديقي وجالس يعني يتعرفوا على بعض. فصديقي ساله طب ايش تعمل انت؟ ليش جابوا لك الجائزه؟ ايش اللي تعمله؟ قال والله انا اعمل كومبوننت. وبدا يدخل بالتفاصيل وجالس يشرح له، الكتريكال انجينير وميكانيكال انجينير. دخل يشرحه قلت له لحظه خليني اعرفك لو سمحت. يعني بالفعل انا تكلمت معه حسيت انه ضيع نفسه بالتعريف اللي جالس يتكلم عليه، جالس يكلمه على حاجه اكستريملي تكنيكال. سحبت عليه قلت له الاخ يصنع منتجات لقطاع التبريد ينافس فيها الاسواق الاوروبيه والاسيويه. ما شاء الله خلاص ما تدخل له بالتفاصيل، تكلموا على الكومبوننت، ايش فهمه بالثلاجات والكومبوننت اللي داخله، اعطيه الشيء من برا اللي يخليه هو سال سؤال الشيء يعرف ليش تكرمت. فانت تتكلم عن الشيء اللي يميزك انك نافست الاسواق الاوروبيه وعرفت تنافس مصانع في اوروبا من داخل مصر، هذا هو السبب انك تكرمت. تمام؟ طيب النقطه الاخيره كمان اشوف انها مهمه وناقصه عندنا اللي هي البراندنج. البراندنج اللي هو كيف تحول منتجك من مجرد منتج عادي لمنتج براند، اسم له ثقله وله جودته وله ايش؟ سعره. فايش تحول منتجك من منتج مجرد ابو 99 سنت ولا 5 دولار ولا 200 ريال بالشهر الى منتج الشركات لما تتعامل معك تحس ان لا والله الجماعه هذول شغالين، يمكن افكر فيهم بمستوى مايكروسوفت ومستوى ابل وكذا. ما على فكره ما يمنع نهائيا نعرف نعمل براندنج، نعرف نحول الشركات العربيه الى اسماء وماركات بكل سهوله، بكل سهوله فوق ما تتصور. بس مجرد يحتاج تركيز من في 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 وقت التسويق ان احنا نركز على ان احنا نحول المنتج الى براند، مش بس تقنيه بسعر واتكلنا على الله. تمام؟ طيب البراندنج طبعا انا مش خبير فيه بس الواحد ممكن يطلع ويقرا عليه. الفكره فيها انك تركز على فين تحط شركتك، كيف تسوقها، الشكل العام، شكل مندوبي المبيعات، شكل المنتج نفسه، تغليف المنتج، تسعير المنتج، كل الامور هذه تحاول تركز عليها وتبذل جهد اكبر. بصراحه مربحه جدا. يعني الذي يخلي التلفون الصيني الذي جاي من الصين سعره عشر سعر التلفون الايفون البراندنج. في النهايه من حيث الجوده في فرق، البراندنج مش لعب وكلام، يعني في اصلا في جوده لازم تحطها في المنتج وفي جوده في الخدمه تساعد انك تبني البراند. بس الفرق الحقيقي في قيمه الماركه، وهذا اللي يخلينا كلنا لما نشتري ملابس ندور الملابس الماركات، لما نشتري اجهزه سيارات، كل هذه الامور البراندنج يدخل فيها. ففكر وانت تبني منتجك، لو معك منتج كيف ممكن تخلي منتجك براند ماركه؟ كيف عارف انت لما تصنع ماركه المنافسه يصبح لا معنى لها. بالفعل المنافس يصبح اوبسليت ولا له اي معنى. الشركات خلاص تبدا يجي لها هاجس الماركه. يعني زي المستهلك لو يجيب لك الان شركه سياره اقول لك هذه سي تي 4 شركه جديده من الصين، تويوتا، هوندا، لكسس، مرسيدس، الاسماء اللي محفوظه ومطبوعه في دماغك صعب جدا انك تتقبل اسم جديد. فلهذا حاول انت الان ببناء منتجك كيف ممكن تحول اسم شركتك الى ماركه ومنتجك الى ماركه. طيب اتكلمنا على الجانب التسويقي. الجانب التسويقي في كيفية حل المشكلة، نرجع بس أذكر إيش المشكلة؟ إيش المشكلة يا جماعة؟ الذي ناقشها اليوم، أشوفكم ونمتم. طيب أخوي عماد تفضل. نرجع على الماركة. تمام. هو سهل أن أقول للناس خلي المنتج ماركة، لكن كيف تخلي ماركة؟ ذكرت مثال السيارات وأنه يصنعوا ماركة. ما
مثلا خلينا ناخذها ببساطه، هونداي شركه كوريه، ما راح اتكلم عن الصينيه اللي الان بدات تاخذ على السوق. هونداي مع كل النجاح اللي انجزته في اخر 15 سنه، ما في احد ممكن يشتري سياره هونداي ب 160 الف يقول 160 الف اشتري هونداي. كمان يعني هونداي ممكن اشتريها ب 60 الف 70 الف. هم غيروا وصح نزلوا براند الفكره انه حتى وان كان هذا يعتبر ايفن مور ديبرسنج انه غير الاسم وجو شيء مع الناس ما تعرف. الفكره انه مهما تقول خل عندك براند، البراند غالبا يروح مع الناس الاوائل. يعني مرسيدس خلاص خلاص حلو، انا معك انا معك. انت جاي متاخر، كيف تسوي براند؟ لا من قال لك انك متاخر؟ انت في السوق ما في احد اصلا. هذه الميزه. انا معك والله. لا ما اقصد، انا معك، ما اتكلم عن السيتويشن دي، انا اتكلم ان جنرال. شوف شوف كلامك سليم وصحيح. اولا تكوين الماركه مش سهل، يعني احنا الى الان نعك في الموضوع، ما اقول لك ان احنا وصلنا، مش بسيط، مش بسيط نهائيا. يحتاج راس مال، يحتاج تفكير، يحتاج ناس فاهمين في الماركتنج بالفعل، وهم قله للاسف في الوطن العربي بشكل عام، مش بس في المجال التقني. بس الواحد يقرا، احنا نقرا، نحاول نقرا، نتعلم في الموضوع هذا. بناء ماركه في وجود ماركات صعب جدا، شبه استحاله يعني، خصوصا لو ما معك راس مال كبير. لكن بناء ماركه في سوق خاوي زي السوق العربي التقني بيس اوف كيك، مش صعب. انا اتكلم عن بناء ماركه مع واحد منافسك منتجة، يعني ما في مستوى اصلا في السوق على اساس تتعب في المنافسه. فاحنا نتكلم عن وضعنا، انه معانا منتجات واحنا في سوق نامي او لا زال في البدايه وما في ماركات قويه. ادخل استغل الفرصه وابني اسمك واسس وسوق نفسك على انك ذا نمبر 1 براند ان ذا ماركت. تمام؟ طيب تفضل. والله السؤال شوية حساس لأنه ندخل في التفاصيل. أنا نوعا ما عارف، أنا بين نارين وأنا في الطريق. أقول الحين أتكلم كثير عن عقار مهب لأنه في منافسين أكيد في نص عاد إحنا ما بدأنا في السوق، يعني لما نمسك السوق بعدين نكشف الأسرار. تمام؟ فما نقدر نتكلم عن الآليات، بس إحنا بالفعل عملنا شوية شغل في مصر. أنا أعتقد أنه بالفعل وصلنا لمرحلة أنه كوننا ماركة. تعرف أنك ماركة لما تدخل اي شركه تبدا تكلمهم، هم عارفين انت من وعارفين مكانتك، وهم يبداوا يمدحوك قبل ما تبدا انت تمدح نفسك. يعني تعرف انك بالفعل وصلت للمكان الصح. فاعذروني شويه عن تجنب الاجابه عن بعض الاسئله اللي فيها تدقيق في شغلنا في الوقت الحالي. تفضل. طيب وجود منافسين لكم مش يعني مش مستوى التاثير في عليكم كعقار مهب مثلا، يعني وجود المنافسين لكم هل تعتقد انه يشكل لكم عثره يعني عويصه جدا في التطور والاستمرار؟ يعني يشكل لك عرق او كذا نوع من القبيل؟ يعني هو دائما يقول المنافسه شيء جميل للبزنس والخبر هذا. أيوة. بس الحقيقه ان المنافسه تكون ارق، وهذا لهذا هم يقولون المنافسه كويسه للبزنس، لانها هي بالفعل تشكل ارق وقلق وتخليك ما تنام وتخليك تشتغل باليوم 16 ساعه وما تشتغل وتشتغل يوم السبت والجمعه وتخلي التيم كامل في وضع حرب مش في وضع استرخاء. فهذا يخليك تنتج وتطلع شغل افضل. بس المنافسه فيها تحديات، انا ما عندي مانع للمنافسه، دائما احب وجود المنافسين. العقلانيين يعني في بين قوسين، يعني في احيانا تدخل مع منافس، في احيانا تشوف في اسواق معينه في الوطن العربي اجتنبناها لانه في منافسين تحس انه تتعامل مع منافس شويه مش اجريسيف. في اسباب تخليك احيانا تتجنب المنافسه، ويعني حتى بفن الحروب احيانا الفوز يعني البطوله مش بس بالفوز، احيانا البطوله في تجنب بعض المعارك. لما تشوف المعركه هذه شكلها مش داخله على خير، شوف معركه ثانيه. تمام؟ طيب خلونا بس اواصل شويه، واصلوا بالاسئله بس خلونا نواصل كمان على اساس عنده اسئله ممكن يقيدها ونخليها في الاخير. تمام تمام خلاص كويس خلاص تمام. شكل الجماعه متفاعلين زياده عن اللزوم. كويس انا كنت قلت الجماعه نوم فنخليها تفاعليه لكن تمام. طيب ارجع بس، ايش المشكله الذي نتكلم عليها؟ شيء واحد يقول لي ايش الموضوع الذي موضوع الكلمه هذه ايش؟ ناس يبيعوا ذهب وناس يبيعوا ناس يبيعوا ذهب وناس يبيعوا كود، يعني ايش؟ حد
حد فهم الى الان ايش الموضوع؟ تفضل. الناس يبغون فاليو براندنج في فاليو. ايوه يبغون كود بس. تمام. يعني الفرق بين التكنيكلز وبين الناس اللي يبيعون البزنس ايدياز. ممكن. اوكي تفضل. عوامل نجاح المشروع بخلاف التكنيكال، اشياء بخلاف التقنيه. ممكن صح. تمام تفضل. يعني في ناس ممكن تحول مهاراتها في التقنيه الى ذهب، وفي ناس ممكن انها تحولها الى شيء عادي، يعني شيء سهل. جميل جدا جميل جدا. الاخ احمد عبد الجبار تفضل. الحمد لله تفضل اخي. اعتقد التركيز على انه في ناس ضيعوا كثير على التفكير في البرودكت. ايوه صح صح. انا احاول اذكركم بس على اساس ما انتوا تمام نذكر احنا فين. اوكي الان هذه هي المشكله التي بالفعل نريد نحلها. تمام انه معانا ما في عندنا عجز في بناء المنتج، بس عندنا مشكله ان احنا نبني المنتج. يعني في ناس يقول لي انا معانا ويب سايت وخلاص، وعلى فكره بيطلع ويطلع. انا كيف اقول يعني انت بعقلك انت راك انك تطرح الويب سايت في الانترنت وخلاص العمليه انتهت. في ناس كثير كثير في الوطن العربي يقول خلاص انا على وشك الاطلاق وسنطلق بعد اسبوع. اقول راس مالكم؟ في راس مال؟ في تمويل؟ في معك فريق؟ لا لا خلاص انتهى الموضوع، عملنا الويب سايت وبيطلع. يا طيب اطلع يعني منافسين. اقول اطلع اتكل على الله. تطلع ايش تعمل؟ يعني تطلق ويب سايت بدون شغل ولا يحصل شيء، او حتى تعمل الايفون اب بدون شغل، بدون ما تبني اسس التسويق والاشياء الاخرى، ما بيحصل يعني ما يحصل تطوير كبير. طيب ندخل في النقطة الثانية اللي هي التطوير. تكلمنا على التسويق بشكل مختصر. أنا على فكرة كل الذي عمله أن أذكر رؤوس أقلام، يعني ما أقدم حلول كاملة بس أتكلم على رؤوس أقلام قد تفوت البعض وقد تنبهك. وأتوقع أن كل الجماعة هنا ناس حيويين ممكن يدخل يقرأ من الناس فاهمين أكثر مني في المجالات هذه. تمام. طيب بالنسبة للتطوير، من المشاكل الذي أشوفها لها علاقة بهذه المشكلة، نحن جالسين نبني منتجات معقدة، يعني عندنا هاجس التعقيد والابتكار عارف أصلا عندنا عقدة إن إحنا قبل 10 سنين كنا ما نبني شيء. لو فاكرين قبل 10 سنين كنا فاشلين، منتديات وكوبي بيست وغير لي الثيم والستايل ويلا العيد جاي نزل ثيم جديد. يعني جالسين نشتغل بكلام فاضي. أيام سودة بصراحة، تاريخ أسود تاريخ العرب في المجال التقني. شغلنا ما كان ما فمعقدين معقدين نفسيا، وكان دائما السؤال هذا بنيته من سكراتش ولا جوز ولا كود جاهز، هذا سكريبت هذا؟ يعني لو تذكر في دائما والله انه سكريبت يا اخي، مش سكريبت بنينا. كان في عندنا عقده، فالان اجتزناها، تعلمنا البناء وما ادري ايش وبي اتش بي وامازون وتعلمنا التقنيات، فخلاص وصلنا المرحله يلا ابني. تلاقي لك الواحد باني لك كود ويدخل خلاص كفايه بيع المنتج، ايش قاعد تعمل؟ وين يلا عاد بنزيد ايش في ولا زره وهذه والقائمه ونزل من هنا ويدخل وفي جوجل مابس وفيرتشوال رياليتي طيب يا صاحبي اهدأ. انت جالس تبني منتج يعني تبدع فيه، بس هدفك الابداع ولا تريد تحوله لشركه ناجحه؟ مش عيب ان احنا نبني منتجات كويسه وهذا شيء جميل، بس الحقيقه انه البساطه مهمه، البساطه مهمه للتسويق، البساطه مهمه للمستعمل. ان احنا الان احنا فئه نعتبر تعرف تقول قياديين في المجال هذا، يعني احنا الذي جالسين نشق الطريق. فلا تنسى ان المستهلك لسه ما وصل لنفس المستوى، يعني تقاس تشوف ايش يعملوا في سيليكون فالي وفي كل الدول، وتجي تحول الموضوع لهنا وتجيبه للمستهلك العربي الذي عاده فيسبوك وتويتر ويلا ريتويت هذه تعلمها وفيفرت، يعني عاده في بدايه استخدامه للانترنت. فلما تعطيه منتج متطور زياده على اللزوم عليه او معقد او فيه خاصيات كثيره يواجه صعوبه. والبساطة بشكل عام حتى في الأسواق المتطورة اكتشفوا، يعني هم كانوا زمان زينا على فكرة، لو تذكر المواقع قبل كذا كانت دائما معقدة. الآن الشركات الجديدة التي تطلع في أمريكا مثلا تلاقيها بسيطة جدا، لدرجة أنك تشوفها تقول هذه بسيطة. يعني أبسط مثال تويتر، البساطة أحيانا جزء من حل المشكلة. فقدر الإمكان نحاول أنه نركز على بناء منتج بسيط. طيب وين نوقف؟ أنا أحاول بناء منتج، متى أوقف؟ متى أحس أن هذا هو الوقت المناسب أنه أوقف؟ الوقت المناسب، ونذكر هذه النقطة، الوقت المناسب عن التوقف عن تعقيد المنتج أكثر هي اللحظة التي يوافق فيها العميل على دفع الفلوس. بس أوصل للمرحلة التي العميل يوافق أنه يدفع لك فلوس ووقف، بعد كذا ممكن تبني. لكن لا تجلس تبني وعادك ما بنيت الشركة. يعني الآن ابني المنتج وروح للعميل، ها جاهز تشتري؟
لا والله صعب كذا الوضع مش عارف ايش. اوكي نرجع نطور كمان شويه. جاهز تشتري؟ اي والله جاهز اشتري. خلاص جميل جدا، ابيع لهذا وابيع لهذا. اجي للثالث اشي يبيع له يقول لي لا انا عايز يعني محتاج، معليش اللهجه المصريه تمام، يقول لك انا مثلا محتاج كمان كذا، تقول له طيب لحظه على جنب انت بنرجع لك بعدين، مش شرط انك تلبي طلبات العملاء كلهم، اكيد عارفين هذا الكلام. فاواصل في البناء يعني في البيع، وبعد كذا تدريجيا ابدا ببناء المنتج. وعاد لو تسمعوا كلامي لا تعقد المنتج، اذا العميل رضى يشتري خلاص اقنع، صدقوني مع الوقت بقيه العملاء بيشتروا، حتى لو في اشياء ناقصه محتاجينها. اذا انت بالفعل ضربت المكان الصح وعرفت تستهدف الم معين عند العميل بيشتري منك، حتى لو المنتج لا يفي بكل توقعاته وتصوراته واحلامه. فبس ابني شيء صح. انا عندي تبني منتج 10% من رؤيتك لكن مفعوله 100%، افضل منك تبني لي منتج 90 و95% من رؤيتك لكن مفعوله 20 و30% او جودته 20 و30%. مش مهم الكم، المهم الكيف. تمام. طيب الشيء الثاني كمان في 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 وقت التطوير التركيز. يعني بالفعل عندنا مشكله في التركيز. الناس تدخل بالمشروع يدخل يمين وشمال، ويجي واحد يقول له لا انت لو تعمل كذا على فكره، يكون مثلا باني نظام حجز سيارات فلنقل تمام، يعمله يقول له انت عارف مكاتب حجز السيارات تحتاج سي ار ام، اعمل لهم سي ار ام. يقول له انت عارف يحتاجوا سيستم اناليتكس، اعمل لهم اناليتكس. يحتاجوا ايفون ابلكيشن، نزل لهم ايفون ابلكيشن. ليش ما تعمل لهم شبكات في مكاتبهم؟ يفتح فرع شبكات، يعمل كذا. والله في النهاية يتحول لكل شيء. يعني قال لي أذكر واحد كان كنا نواجه مشاكل في السوق المصري وكان في ظروف صعبة نمر فيها، فقال لي واحد من العملاء قال لي عماد والله أنت طيب وكذا، فأنا عايز أديك نصيحة. تفضل. قال لي بص أنت عندك التيم كلهم تكنيكال كويسين كذا، ما تفتح لك شركة شبكات على جنب تعدي فيها اليومتين دول. الراجل طبعا يتكلم بالعقلية العربية اللي هي إيش، اشتغل دبر نفسك، بيع اي حاجه تنباع بيعها. بس الحقيقه انه لو كنا عملنا كذا كان ممكن اليوم نهايه الشركه شركه شبكات واستضافه وتسويق وكل اللي هو شغل تلاقيه الى الان. تلاقي للاسف يعني لا زال تلاقي كثير شركات عربيه في هذا الطور، يكون شركه يقول لك احنا معنا عده منتجات وشغالين على 4-5 مواقع، وهذا الموقع انت بتشوف يعني بيطلع وين، وعندنا استضافه وتسويق ومقاولات وتجاره واستيراد تصدير. فالمشكلة أنه بالفعل تلاقيه تشتت لكل الاتجاهات. فعمل الفوكس أولاً، ركز على شيء منتج معين، افلح بس بمنتج وبعدين سهل اعمل كل المنتجات اللي تحبها. أنا من واقع خبرتي أنك تنجح بمنتج، مش ببناء منتج، ببناء شركة تبيع المنتج. يعني مشكلتنا أن احنا نبني منتج حطه على جنب، ابني المنتج الذي بعده. طيب هذا المنتج الذي بنيته ايش عملت فيه؟ الموقع، التقنية، السوفتوير، الـ ERP system، whatever it is، كملت بناؤه؟ ليش انتقلت للتحدي الذي بعده؟ عاد الأول ما نجح، يعني الجهد هذه والفلوس الذي صرفتها راحت سدى. فنركز على منتج معين، ونحاول نركز على الفيتشرز الكافية اللي هي المينيمم فايبل برودكت وكل التفاصيل هذه. نحاول نركز على شيء معين، أول ما يبدأ ينجح ما ننتقل للتحدي الذي بعده، نضخ نضخ، نواصل نواصل، لما ينجح بالفعل نتخطى نقطة التعادل، يبدأ ينتشر إلى أن يصل للمرحلة يعني ممتازة بالفعل. بعدها فكر أنك تتوسع منتجات أخرى أو تطوير المنتج الحالي. تمام؟ طيب الشيء الأخير بالنسبة للديفلوبمنت، وهذه مهمة، اللي هي أنه بالفعل تتأكد أن المنتج الذي بنيته يقدم الوعد الذي وعدته للعميل. يعني بسيطة هذه، أنه delivering results. إذا أنت الآن تبيع منتج يساعد شركات التأجير على إدارة سرب السيارات الذي معهم وطاقم السيارات وطاقم العمل، لازم تتأكد أنه لما شخص تبيع له السيستم بالفعل حصل على الفاليو الذي وعدته فيه. إذا كان هدفك، ونحاول تميز إيش هدف المنتج بالضبط. يعني أنا راهنك أنه في ناس يبني سوفتوير للسيارات لشركات تأجير السيارات، وهو بالفعل مش متأكد إيش الفاليو تبعه. يقول لك شوف هذا ممكن يجيب لك عملاء جدد وتدير فيه ويرخص ويوفر لك العمالة ومدري إيش، وهذا يدخل في عدة مواضيع. ما فالعميل يشتري ومش متأكد بالضبط إيش الفاليو، وبعد شهر شهرين تجي تجدد معاه ولا تحاول تبيع له شيء ثاني، أو حد يسأله على المنتج يقول له لا ولا استفدنا شيء. فأنت ركز على الفاليو المعين. إذا أنت رايح تبيع له منتج
لتسويق للشركات تأجير السيارات، والفاليو الموعود هو انه مبيعاتك ستزيد من يعني ستزداد من هذا المنتج بعد ما يشتري، تتأكد انك بالفعل يو ديليفرد ات. واذا ما حققت النتائج ترجع تحل المشاكل في المنتج الذي سببت هذا الموضوع، لانه في النهايه ما حد بيجيب لك فلوس صدقه او مجامله، لازم يكون في عائد استثماري واضح للعملاء، فتركز على هذه بشكل كبير. طيب في اسئله على جانب التطوير قبل ما نواصل؟ خلاص نواصل. طيب تفضل. هنتكلم في مهارات التسعير هنا ولا لا؟ تسعير بعدها. تمام طيب. تسعير بعدها اوكي. طيب ندخل في الذي بعدها، البيع. ايوه تسعير هي هذه بالضبط. طيب لا التسعير مهم يا جماعه. طيب وهذه بصراحه واضحه جدا، كل ما اتكلم مع اي حد اقول له بكم بتبيع المنتج هذا، حتى المنافسين تبعنا يعني يرحموا بالفعل، يعني تشفق عليهم بالفعل، لانه في خطا في الحساب، دائما في خطا في الحساب. تلاقي الذي يعمل منتج يقول لك والله كم مرتبي كذا، طيب اقسمها على خلاص سعر 200 ريال، حسبها على يقول لك كمان بنبيع من هذا 5000 واحد وفي كذا، فيحسبها حسبة غلط. أنا من أنصار إنه ما تحسبها بالتكلفة، أنا ما أحب أحسب بالتكلفة أبدا، دائما أحسبها بالفاليو، أبدأ من فوق ما لا تبدأ من تحت، لأنك أحيانا يكون طموحك أو تفكيرك مختلف، تقوم تحسبها بالتكلفة تضرب في 20% هامش ربحي، 30% احتياط مع المخاطرة، وتقول يلا يكلفنا هذا 100 ريال، بيعه ب130، الله، وبعدين بيجي لي 100,000 واحد يشتري ونحن ضربنا المليون. بس الحقيقة أنه أحيانا الأمور ما تمشي بالطريقة التي خططت لها. تمام، الطريقة الأفضل من وجهة نظري أنك تشوف الفاليو، تشوف العميل الآن إيش البدائل اللي يستخدمها. تمام، مثلا لو تأجير سيارات، خلونا نستخدم المثال هذا بما أن احنا ماشيين فيه، تروح تشوف شركات تأجير السيارات تسألهم أنت كيف تجيب عملائك، من وين تجيب عملائك، يقول لك مثلا أنا أنزل إعلام في صحيفة الرياض وأدفع فيه 20-30 ألف ريال والله يجيب لي عملاء. تسأله كم عميل يجيب لك، والله 30 ألف ريال تعطيني 100 اتصال، والمية اتصال يتحولوا لعشرة ناس يجولنا وخمسة حجوزات، كم ربحك من الخمسة الحجوزات؟ والله نربح 50 ألف، فأنا صرف 30 ألف ترجع لي 50 ألف ربح، ربحي الصافي 20 ألف، لهذا أنا أنزل في الرياض. تروح تقول له طيب شوف المنتج تبعي كان ممكن أن تسعره بأسلوبك العادي بالسنة 100 ريال، لأن التكلفة عليك 50 وكذا وكذا 100 ريال، لكن ما أنك عرفت الفاليو الذي هو يستفيدها تنقلب العملية، ترجع تجي له تسأله تقول له طيب شوف أنت تدفع 30 ألف والمبيعات 50 ألف، تعال عندي ادفع 10 ألف وأنا أعطيك مبيعات بقيمة 50 ألف. مثال تكون حاسبها أنت، مش تألف أي رقم يعني، تكون حاسبها بالضبط تودفوا بي. تمام، ردة فعل العميل غريبة جدا، يعني يقول لك طبعا تمام أجربك، طيب إيش يضمن لي؟ جرب معي أول شهر مجانا، يجربك والله عملية ماشية خلاص اشتري. أنا لا أخفيكم أنه في ناس اشتغلوا معي يقول لي عماد التسعير هذا متأكد أنه حلال ولا حرام ولا الأسعار الذي تتكلم عليها شوية مرتفعة يا اخي، احنا شركه، احنا الابل هذا سعره واقعي، عارفين كم تكلفته، تكلفته 100-150 دولار وينباع ب 600، ليش؟ لانك مستعد تدفع 600. ليش؟ لانك تحب الاتصال ولا كشخه يعني براندنج، ذير سيلينج البراند لك صح. عزكم الله احذيه النايكي، انا كنت شغال في السبلاي تشين مانجمنت سيستمز تبعهم، تكلفتها 5 دولار تنباع ب 70-80-100 دولار، ايش يبيعوا؟ ايش الناس شغالين لو دخلنا في الماركات عالم. لهذا شوف جزء من عمليه التسعير انك لازم تبني الماركه الصح على اساس تعرف تبيع، يعني تنافسك يكون الجانب التنافسي تبعك هو الماركه. كيف عملوها؟ ما حسبوها تكلفه وضربوا واحد ولا اثنين ولا والله يقول لك والله ربحي 300%، ما عليه من ربحك اصلا، حساباتك اصلا بالبدايه تكون غلط، لانه لو جيت تحسبها كذا، لو حسبت ان التكلفه 100 وتشي تبيعها 150، ما معك اصلا ميزانيه تسويقيه على اساس تعمل فيها براندنج، يعني انت حصرت نفسك بتكلفه البناء وربحك 50، كم بتسوق وكم كيف بتحول منتجك الى براند؟ فلازم من البدايه تقلب الايه، تقلب العمليه من فوق لتحت، تشوف الفاليو المطلوب، تنافس البدائل وليس المنافسين. يعني انت الان عملت سيستم تبع حق السيارات، انت
الرياض كان جريدة الرياض كان لا يمكن في يوم من الأيام تفكر أنها المنافس. يعني مش 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 منافس، أنت قاعد تدور على سيستمز وسوفت وير وتكنولوجي منافسة لك، لكن في الحقيقة البديل المستخدم أو الآلية المستخدمة لتقديم الفاليو هذا للعميل تبعك هي جريدة الرياض، أو هي موظف التسويق، أو هي الكوميشن المدفوعة لشركات شركة أرامكو الذي تجيب لهم عملاء، يعني whatever it is. تمام؟ فأنت تشوف إيش البديل، تحسب التكلفة وتقدم حل أفضل، وقد تتفاجأ بأرباح خرافية، بس حلالك ما دام أنت عرفت تقدم حل أفضل. بصراحة هذا هو العامل الذي بينجح الشركات العربية في المجال التقني. تسعير مهم جدا. أنا تكلمت على أشياء قبله، تسويق وتطوير، يعني أشياء معينة ممكن تدعم موضوع التسعير، لأنه ما ينفع تروح تسعر والتسويق مضروب والمنتج خربان وتضرب سعر عالي. يعني هي مش 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 فهلوة، لازم الكومبوننتس كلها، العوامل كلها تجتمع وتضرب في نفس المكان. تمام؟ فمن تسويق إلى تطوير إلى مبيعات، تسعير طبعا مهم جدا. تمام؟ طيب شيء آخر كمان، أنك لما تبيع لشركة أو لعميل أو لمنتج تعرف من المشتري. في كل منتج لازم تعرف من صانع القرار. لو أنت تبيع لشركات تأجير السيارات، من صانع القرار؟ الموظف الذي يشتغل في المكان؟ شرط صاحب الأونر. طيب لو هي هيرتز، لو هيرتز من صانع القرار؟ هيرتز عارفينها، هيرتز واللي بادجت، الشركات هذه العالمية اللي هي التشينز تبع تأجير العربيات، من صانع القرار؟ شوف كل ما طلعت لشركات زي هذه تتعقد العملية، ما تعرف وين الديسيجن ميكر، هل هو الوكيل، هل هو المالك، هل هو هيرتز في أمريكا، هل هو هنا، هل هو الموظف الصغير، هل هو السكرتيرة، ما تعرفش. ابحث، لا تاخذها كذا ببساطه، يقول لك روح كلم مدير الشركه. احيانا تروح لمدير الشركه، صاحب الشركه جالس معاه، جالسين تتكلموا جلسه قات او قهوه، تمام، تتكلموا مع بعض، تحل تتكلم معاه، يقول لك خلاص ولا يهمك ولا يحصل شيء. مش هو الصح، يعني مش هو الشخص السليم الذي كلمته يكون صاحب الشركه، يقول لك خلاص ابشر ولا يهمك، روح كلم هذا وتمام. تروح ولا يحصل شيء، تجي تلف تحوم تقول والله وصلت الرأس الكبيره ولا حصل شيء، لأنك رحت الاتجاه الغلط. مش شرط أنه أعلى واحد في الهرم هو صانع القرار، شوف المكان الصح. أحياناً تمسك الشخص الذي يلام على المشكلة هذه، أحياناً يكون مدير التسويق في هذه المنطقة، يكون مدير التسويق، لأنه هو الذي يتبهذل، هو الذي يتهزأ، هو الذي كل 3 شهور ينطرد، يقول له صرفت فلوس الشركة وما جبت نتائج. فتروح تمسك الشخص الذي عنده ألم وتمسكه، تقول له شوف معك كذا كذا كذا، وتشتغل من هناك. أحياناً يكون مدير المبيعات، أحياناً يكون الموظف الذي في الفرونت لاين، احيانا يكون هو صح. فانت تبدا الاتاك من تحت لما يزداد الضغط على الشركه وتشتري منك. او لو هو مستهلك، احيانا يكون الرجل، احيانا يكون الزوجه، احيانا يكون الابن الصغير، احيانا يكون البنت الصغيره، ما تعرف فين. على حسب منتجك تحاول تستهدف الفئه الصح. لو انت الان فلنقل ان معك ابلكيشن اطفال، تمام، ابلكيشن لعبه للاطفال، لما تسوق تستهدف من ايش الاطفال؟ ايش دخلهم الاطفال؟ الاطفال ما لو فيها فلوس، الطفل ما معه فلوس، تجي تسوق له يدخل ما يعرف يعدي الا لو احيانا. على حسب، ممكن تعملها للاطفال لو هي مجانيه، لو انت عارف انه معاه الجهاز، لكن احيانا تروح للاب، احيانا تخاطب عواطف الام، ابنك ومدري ايش المستقبل وهذا، تدخل لها هل تحلمين ان ترينه الخبر هذا، دخلها هوب تشتري، تعرف من المستهدف وتركز عليه. تمام؟ طيب شيء آخر في البيع، نرجع لموضوع البساطة. لما تبيع بسط العملية، لا تجيب له فيلم هندي استمارة وفي معك هذه ونزود لك هذه ب500 ريال وهذه ب200 ريال وهذه لو زودتها العميل مش فاهم أي شيء، فتدي له 20 خيار وتشيك بوكسز واشتري هذه وزيد هذه وزيد هذه وزيد هذه وهذه بكذا وهذه بكذا وهذه تفيدك بكذا وكذا. إيش يحصل للعميل؟ يخاف، يخاف ويجلس حيران كذا، إيش أشتري؟ طيب ان شاء الله مره ثانيه بنفكر في الموضوع. هو مش عارف اصلا ايش الشعور اللي داخل قلبه، هو اصلا مش فاهم، يعني بالفعل هو مش فاهم، يعني يتخذ قراره بعدم الشراء وهو مش فاهم ليش هو ما اشترى. شفت لما تدخل احيانا، في احيانا اكيد مريتم بها، تدخل سوبر ماركت ناوي تشتري حاجه، اول مره تشتريها تلاقي خيارات، تجلس ما تعرف ايش تعمل. مثلا نقول مثلا ما ادري مسحوق غسيل ولا شيء معقد كذا، اول مره تشتري تدخل قهوة، لو أنت مالك في القهوة الحبوب وتدخل تشتري قهوة هدية،
تدخل في مش عارف ايش يمني برازيلي كولومبي في درجه غامقه كذا في بالبهار في ما تعرف تشتري ايش ايش من نوع ترجع الا لو في واحد شاطر عمل براندنج تشتري بن يمني لان خلاص الموضوع منتهي اقوى براند تشتري نفس الكلام بالعسل تدخل دق 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 اليمنيين صفقوا ها عجبهم الخبر طيب بس بالفعل البراندنج يمشي في القهوه بتشتري بن يمني لو انت حانب بتشتري بن يمني لكن في منتجات ما تكون تعرف حاجه واحنا كتقنيه عاده ما يكون في براند اصلا في السوق فالعميل يكون مش فاهم ما وش بالعافيه فهم انت ايش الفاليو تبعك فلا تعقد القرار سهل الموضوع قدر الامكان خليه واحد اثنين ثلاثه في الغالب ثلاثه خيارات لو زودت عن ثلاثه الله معك انا نصيحتي اي منتج تبيعه ثلاثه خيارات ثلاثه اثنين يمكن افضل بس ثلاثه حلو ليش ثلاثه حلو العميل قدامه ثلاثه تكتب ببساطه ايش التعريف ما تدخل بالتكنيكاليتيز هذا يعطيك 1000 اتصال هذا يعطيك 20 فاليو هذا يخلي طفلك سعيد وتبرد الوعد تبعك ثلاثه خيارات العميل في الغالب لو حرف يعني لو فقير بياخذ الاول لو هو معتدل بياخذ الذي في النص ولو يعني ضاربه معه بياخذ اغلى واحد فعلى طبيعه العميل في الغالب الناس تحب تشتري ايش ارخص واحد او الذي في النص مهما كان دائما يحبوا يقربوا الايش فمش حلو انك تروح له بخيار واحد لان القرار هنا ايش ايوه او لا ومش حلو تروح له بفيلم معقد حلو تعطيه ايش يجرب معنا بهذا وبعدين نطلعك لهذا فتاخذها بالتدريج تمام فبساطه عمليه البيع مهمه من حيث كمان اللغه المستخدمه ما يعني ينفعش تدخل تكنيكال نهائيا يعني في الغالب احسن ما لو انت تكنيكال لا تروح تبيع خلي واحد ثاني يبيع غيرك لانك يعني طبيعتك كذا تبدا تدخل في والله وعملنا وكذا لا ممكن اذا هو تكنيكال يعني قصدك اه ممكن عادي لا 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 تجي له اوبشنز حتى لو يحب اي لا تجيب له لا تجيب له صدقني ما هو مش فاهم هو يحسب صدقني ما لا تعطي له اوبشنز بس شوف اسالك سؤال اسالك سؤال سريع خليك منهم خليك على الغالبيه خليك من النسبه البسيطه ايوه خليك على الغالبيه هم في ناس في عينات بالفعل تريد الدنيا على هواها هذا خليه الواحد صاحب شركه مسكين يبيع له انت ركز على اللحمه الكبيره ها يعني الان لو ركزت مثلا لو اسالك اخر جهاز ايفون طلع ايش اسمه ها 5S واخر تلفون نوكيا طلع ايش اسمه الله معهم كم خياراتي يقدموا للسوق السوق يعني البساطه في العرض والبيع سحر سحر بالفعل شوف حتى يعني على مستويات كثيره تلاقيها كل ما بسطت الموضوع عمليه تنباع بشكل اسرع مهمه جدا على فكره عمليه تبسيط عمليه العرض تفضل طيب سؤال بس معلش انا على نفس الموضوع تفضل الحين لو في اوبشن مثلا سهل والاوبشن سهل ما تعمل بس الفاتوره حقته صعب كيف لا ما فهمت يعني مثلا انا مثلا حطيت في قرار اني ترانزاكشن بيست يعني ابيع بالترانزاكشن سهل لانك تقول له والله على حسب الترانزاكشن مثلا بكذا تمام فلوسه تمام طيب اوكي وفي باكجز الباكج الاول يعطيك كذا ترانزاكشن الباكج الثاني كذا الباكج الثالث كذا تمام اوكي طيب بس لما بعدين تيجي في الفاتوره ايوه طيب هتقول له انت في هذا وترانزاكشن سويت 17 وال17 الوحده فيها وحتضرب وبعدين حتعطي له يعني طريقه الفاتوره فاهمك حيجيك الفاتوره في النهايه فانا العميل بعدين قال لي ايش قال لي يا ابن الحلال خذ مبلغ خلصني هذا بدون وقع الترانزاكشن حقتك دي تمام ليش لانه المبلغ اللي بتاخذه منه الشهر الاول غير المبلغ اللي بتاخذه منه الشهر الثاني فاهمك فاريبل يكون هو بالنسبه له انا اعطيتك الشهر الاول 1000 ريال الحين انا حاعطيك تمام 500 ريال لخبطك شوف التزم بالبساطه يعني مهما كان الوضع احسبها صح فكر بالخيارين انا فاهمك ان البيع ابسط بس الفوتره تطلع معقده شوف ابسط حل على فكره احيانا من الذكاء جدا انك تركز كمان على عمليه التجديد ومدى بساطتها ما تكون معقده يعني انا اعرف يعني افضل شيء في عمليات التجديد لانك تتكلم على وضع التجديد انه تخليه شبه اوتوماتيكي ما تخلي الكلام اصلا يحصل مره ثانيه انت تشتري مني خلاص شفت المواقع الذي تدخل تسجل كل شهر يقول لك تم التجديد تقول نسيت اوقف يلا خلي 30 يوم تيجي الشهر الذي بعده تم التجديد يفاجئك خلاص تم التجديد مش ما يجي يسالك تحب تجدد
لو رسل لك يقول لك تحب تجدد العملية، طيب نشوف نعيد التقييم وكذا، فانت شوف الحل البسيط بالبيع وبالتجديد والفوترة وكل شيء، يعني التزم البساطة قدر الإمكان، حاول يعني خليه بأبسط طريقة. تمام؟ طيب كمان في نقطة مش أعتقد واضحة وبديهية، اللي هي أسلوب العرض، إنه يكون محترف، يعني شخص يكون لابس تمام، المظهر تمام، أسلوب العرض تمام، أشياء بديهية. أعتقد إنه إحنا أحياناً تكنيكال نروح بشعرنا يعني ملخبط، فرحان إنك جيك وما شاء الله عليك، بس الناس ما تفهم. يعني إحنا أذكر أول مرة قابلنا عملاء كان عندنا خيار صعب، هل نلبس بدلات؟ يعني كان في معنا معرض معين نشي نعملها سيليكون فالي ومدري إيش، ونلبس تيشرتات وأشياء كول وكذا، أو نلبس بدلات. ناقشنا الموضوع وقررت في النهاية نلبس بدلات. في عقار ماب. لأن القطاع اللي كنا نستهدفه ناس فورمال كبار في السن، أصلاً مش مقتنعين بشكلنا. وأعرف الجماعة عملوا لهم ثورة، والجماعة مش يعني الوضع ملخبط، فلا تستفزهم تلبس لهم تيشيرت يلا كول ومدري إيش، الوضع مش متناسب. فأنت تروح له بالإيش، بالمظهر الذي يتناسب معه. لو أحياناً تعرف أن عميلك إنسان متواضع وبسيط، لا تزود بها، روح على المود الصح، ادخل كلمه بنفس اللغة، لا تستفز العميل، لا تستفز العميل لا بلغتك ولا بأسلوبك، لا تقلل من قدرك كثير ولا تكبر، ولا تحاول تروح له ترمي مفتاح البي ام دبليو والمدري ايش، لا، تعامل معاه بالقدر الذي يتناسب معاه، انزل لمكانته او اطلع لمكانته، حاول دائما تكون معاه. شفت انه يحب البهرقة انزل تحت، شفت انه لازم تدوس عليه دوس، ايش ما كان، يعني شوف طبيعة العميل. بس أضمن طريقة للبيع أنك تروح على نفس المستوى، أفضل طريقة وأأمن طريقة. يعني تعرف هذه الشركة أو هذا العميل يلبس بدلة والشماغ ورسمي وكذا، تروح له بنفس الطريقة. عرفت أن الكول وعامل فيها أجنبي وكذا، تروح له بنفس الطريقة برضو. فإيش؟ بحيث أن تقلل من تحديات البيع. يعني ما تضيف أحياناً البيرسونال، يعني الأشياء الشخصية لها أثر كبير. يعني أحياناً الجانب الشخصي لو ما ارتحت لك شخصياً لا يمكن اشتري منك. لازم ادخل واخلي العلاقه تكون ايش، ما اسمح لاي حاجه تدخل تعطل البيعه. تمام؟ طيب اخر شيء، بس انا تكلمت على نقطتين مع بعض، اللي هي الكاستمر سيرفيس، خدمه العملاء. تفضل. بس قبل ما نتعدل، تفضل. لاحظت عرضك عن التسويق المباشر، تمام؟ ايوه، لكن بالنسبه للتسويق عن طريق الانترنت، اوكي، لاصحاب العقارات نفسهم، صح، وش وضعه؟ سؤال حلو، سؤال وجيه. برضو كمان احاول اتجنب الاجابه على هذا السؤال، في اسرار كذا ما نريد نتكلم عليها. الحقيقه مش الكلام هذا، الحقيقه ان انا احاول، لا امزح، والله امزح، ما ان شاء الله ما نبخل عليكم باي حاجه، بس الحقيقه انه أنا شايف أن المشكلة أكثر في البيع. يعني أنا شايف أن أكبر مشكلة معانا، شوف، بالنسبة للبيع المباشر عن طريق الإنترنت، يعني في لها آليات معينة مختلفة، في لها آليات البيع المباشر، مش الاستخدام، مش التسويق للاستخدام، التسويق للبيع. لو أنت مثلا منتجك يباع عن طريق الإنترنت، تمام، أعتقد إي كوميرس مثلا، بيع عن طريق الإنترنت، الكلام هذا قد لا ينطبق عليه كليا وقد ينطبق عليه. مثلا لو جيت تراجع الكلام، شوف أنت حوله وشكله، موضوع البراند، انك لو انت تبيع شيء عن طريق الانترنت لازم الموقع ينقل فكره البراند، شكله، كلامك، نوعيه العروض. خلينا اتكلم على هذه النقطه، لها علاقه مثلا خدمه العملاء. يعني لو انت الان تبيع شيء عن طريق الانترنت، تمام، وتحب تاخذ اعلى سعر مثلا، سعر كويس، تمام، بتعمل نفس اساليب التقييم، انه كم الفاليو، قيمه الشيء هذا الذي انا بعطيه للمستهلك، كم المفروض هو يدفع في الاساليب الاخرى، وعلى هذا الاساس اسعر بسعر يكون منافس نوعا ما، تمام. بس ما ينفع، هذا خطا كبير، اتمنى اكون جاوبت على سؤالك ولو بشكل جزئي. انا عارف فاهم سؤالك كويس، بس النقطه انه كمان يعني انا مركز على جانب اكثر اللي هو ممكن التسويق المباشر بكلامي، لكن ممكن تاخذ منه دروس وتستنبط افكار للتسويق المباشر عن طريق الانترنت. تمام. شكلك مش مقتنع بالاجابه. طيب، اتكلم عن، ودي استفيد من تجربتك بالنسبه للبيع هكذا خدمه. ايوه، انا بالنسبه لمؤسستنا باعت على اكثر من 16 دوله ما شاء الله عن طريق الانترنت. كويس، جميل.
انا اتكلم عن الخدمه اللي انت تقدمها، وش وضع؟ هل يعني انا اشوفه مركز مثلا على التسويق المباشر الارضي؟ تمام، صح التعبير، صح. هذا اللي انا اسال عنه، هل مناسب جدا مثل خدمتك او كذا؟ شوف، انا قاسم شغلنا قسمين، كشفت لك الجزء الغير مهم، في جزء ثاني مهم ما اقدر اتكلم عليه، في جزء بالفعل يعني في شغل عقار ماب ما ينفع اتكلم عليه في التوقيت هذا بالضبط، يعني راهنك انه في اي يعني اعرف انه يعني قسمناها نص بنص، يعني نص الحل والنص الثاني حاولت. تفضل. بس ملاحظه، تفضل تفضل. لا لا صح، الجزء الأول صح، الجزء الثاني غلط. أقول لك ليش. كلامك سليم، نظرية قشط الصوت هذه جديدة علي بس عاجبني الاسم، سأتبعها من اليوم وصاعد. هي صح، أنا فاهم كلامك. عارف متى تنزل مع السوق؟ لما تفشل في بناء الماركة. لكن لما تبني الماركة يجي المنافس يضر نفسه أنه ينزل السعر، هو يجي لك يقول لك أنا سعري رخص، العميل يقول يا أخي سعره رخص، يقول يا أخي جربه بثقة، ايش انت تقارني بهذا؟ العميل على طول يقول لك لا والله خلينا معك هذا رخص، اكيد اكيد تعبان. خلاص انت بنيت الماركه للدفاع عن نفسك، لهذا انا ركزت عليها اول شيء الماركه والتسويق السليم. يعني لو ما عملتها ورحت تضرب سعر عالي بضطر تتاثر من المنافسه. تفضل. على اساس الشباب يعني لانه تفضل عادي. وصلت للغايه، بس حيوان هو عندنا هنا زامر الحي لا يضرب، بالذات اذا تعاملوا مع المنظمات عندنا في الغالب، إذا أتيتم قلت لهم إحنا شركة ستارت أب أو شيء من هذا القبيل، أيا كان منتجك قوي ثق تماما من خلال تجربة، في الغالب عندهم تشكك وتذبذب منها، بالذات للكبار بالسن. المنظمات الحكومية بتكلم عن المنظمات، صح، ممكن في السنوات الأخيرة بدأوا يفكوا شوي، صح، ولكن حتواجه مشكلة إنه قد يأتي شركة أجنبية مغمورة، صح، أوكي، بنفس المنتج وأقل جودة ويوقعوا معاهم بعقد مهول، انت فيما لو حنوا عليك ويوقعوا معاك انت 5% من نفس الضرر. كلامك سليم واتفق فيه معاه 100%، وانا لا ابيع للحكومه ابدا ابدا في اي حكومه، لا ابيع لها يعني بصراحه، من سياساتي ما ابيع لاي حكومه، حتى لو في امريكا بيع الحكومه شيء ثاني، وقلما تجد ستارت ابس تسيرف الحكومه من البدايه، يعني عمليه معقده وبيروقراطيه وفيلم هندي. فشكرا على التنويه هذا. طيب الكاستمر سيرفيس، النقطة اللي يحب أتكلم عليها أنه إذا اتجهت الاتجاه هذا الذي هو كيف ممكن تربح من المشروع، تسعر التسعير الصح، تعمل نفسك ماركة، ما ينفع تعمل هذا الكلام وتقدم خدمة عملاء، يعني تبيع أبو 10,000 وتقدم خدمة عملاء أبو 100 ريال، ما ينفع. جزء من الفلوس الذي أخذتها هي مقابل تقديم خدمة عملاء أفضل، تقديم جودة أفضل، تقديم منتج أقوى، تسويق أقوى، كل شيء هو وعد. يعني المسألة مش مسألة انك شطارة وتاخذ فلوس ويلا مع السلامة، شغل مشي حالك هذا ما يطول، يعني على طول الناس تكتشف بعد فترة انه ايش الفائدة، دفعت لك فلوس واتصل ما حد يجاوب، معي مشكلة اريد ارجع المنتج ما تقبل استرجاع وكذا، فتلتزم انت بمعيار خدمة عملاء راقي جدا وعالي جدا يتناسب مع السعر ومع اسلوب بيعك. هذه نقطة مهمة جدا وفي ناس كثير يخطئوا فيها. اعطيكم مثال، الأسعار على فكرة في مصر قد البعض يتفاجأ، بس في منتجات في مصر، أنا تفاجأت بصراحة بشكل كبير لما جيت من أمريكا أشتري منتجات في مصر لقيت سعرها أغلى من أمريكا بكثير، منتجات يعني ماركات مثلا كويسة، فكنت مستغرب. قاومت في البداية فكرة الشراء حتى لدرجة أنه كنت أحيانا أشتري منتجات من أمريكا وشحنها، في يوم من الأيام قلت يلا خلاص يا وقع رأس عدنا نشحن وما أدري إيش، ادفع، دفعت المبلغ واشتريت المنتج، خذت البيت ما عجبني قررت ارجعه اليوم الثاني، رجعته لصاحب المحل في مكان محترم، منتج محترم، كل شيء، لا ما في، ما نرجع المنتج. حبيبي انت مدفعني مبلغ مش بس غالي، غالي جدا وانا عارف سعره الاصلي ومش راضي ترجعه، ايش من خدمه عملاء؟ لا معلش يا صاحبي صلي على النبي، لازم تفهم انت الان وبعدين هو معاه، هو ماسك براند عالي اصلا، يعني مش البراند حقه، وماسك براند عالمي، فالبراند الذي اشتريته هذا المعين معروف جدا سياسة خدمة العملاء عندهم طبيعتها وكذا. قلت الراجل مصر علي، قلت لا ما يعني هذه حتتي يعني مجالي ما مش حسيبك.
فقلت له لا يعني كيف لازم تتناسب مع الماركة، أنت تبيع لي بسعر أصلا فوق سعر المنتج الحقيقي، ولما نجي أخذ الخدمة تعمل لي خدمة كأنها اشتريته من تحرير ولا من أي مكان، قدم لي خدمة تتناسب الموضوع. لا كشر ولا مش عارف وهي سياسة وفي ورقة، ما لي دخل من الورقة، أنا ما لي دخل من الورقة. فين مديرك؟ جاء المدير برضو نفس الكلام، معلش العملية كده. لقيت لهم طبعا مسكة كان معهم غلط صغير، المنتج كان فيه فوق ستيكر صغير اسمه كيو سي، بحكم خبرتي بالمجال التصنيع المنتجات كيو سي معناتها كواليتي كنترول. كواليتي كنترول معناته المنتج هذا كان فيه عيب اصلا في المصانع في امريكا، فخرجوه على جنب وقالوا يبيعوه في مصر بسعر اغلى من سعره الاصلي. قلت له تعال يا حبيبي في معانا ستيكر كيو سي هنا، قال لي ايه ده مش عارف مش فاهم. قلت له بص حمايه المستهلك انت تروح في 60 ده، خلي بص خد فلوسك تفضل. الشاهد هنا، الشاهد هنا طبعا سيناريو معين. انا على فكره احب المصريين، لو حد يتكلم عليهم معاه مشكله معايا، سعيد جدا في مصر وبنيت شركتي هناك ومعايا فريق عمل ممتاز، بس في احيانا سيناريوهات تواجهها في كل بلد. الشاهد من النقطه هذه ان اخطاوا في انهم مسعرين سعر براند عالي وكذا، وجايب لي خدمه عملاء اللي هو الشعبيه العاديه اللي هي القوانين العاديه. فانت لازم تحط في بالك انك جزء من التسعير العالي وجزء من تسويقك بهذه الطريقه لازم تقدم خدمه عملاء ممتازه، جوده ممتازه. لو عميلك قال انا مش سعيد، عندنا عملاء ما يصدقوا من السيناريوهات اللي تحصل معانا، يجي لي عميل يقول لي والله حصلت عندي مشكله كذا كذا كذا، تعال خذ يا اما معك عده خيارات، يا اما نجدد لك فتره مجانيه، يا اما تاخذ فلوسك كامل نعتذر لك نرجع لك فلوسك ونعمل لك خدمه مجانيه تلتزم. يعني الشباب عندي في الشركه يقول لي كيف كذا ما حد يشتغل كذا في مصر. طيب ولهذا احنا ناجحين، لانك تشتغل في معيار معين، مثلا انك اخذت مبلغ معين لازم تقدم خدمه مميزه، والناس بعد كذا تبدا ايش تنتبه للموضوع وتتكلم والله الراجل هذا محترم كلمتهم واحده خدمتهم ممتازه، وتبرز في السوق بشكل سريع. باختصار هذا الذي عندي يا جماعه، وممكن نعمل اسئله لو تحبوا. تفضلوا. تفضل. قبل بس الأسئلة، أول شيء نشكر ضيفنا الله يعطيك العافية. الله يحفظك، شكرا. كفرت عن التأخير. إن شاء الله إن شاء الله، هذا أهم شيء. كذلك أشكر بادر على استضافتهم، هم رعاة المكان، فجزاهم الله خير على ترتيب المكان. ونشكر بعد دايت سنتر وفروا لنا وجبات قلت فري كنقول ميلز والله يسهل. إن شاء الله نتعشى كل واحد لازم قبل يطلع يأكل منها. تمام. ذوقوا أكلهم، لأن فعلًا كجيكس ننسى أحيانًا ناكل ثلاث وجبات يوميًا. أنا شخصيًا ما كنت أكل وجبة واحدة غدا فقط، وهذا أثر على صحتي، فأنصحكم بدايت سنتر عندهم خيارات ممتازة، وجزاهم الله خير دعمونا دعم كامل يعني يوم قلت لهم الموضوع تعرفك، فجزاهم الله خير يستاهلون تسويق والله. الآن نفتح مجال الأسئلة. أتوقع خبرة محدثنا تخلينا نسأل أسئلة، أنا بقي أسئلة الأخير إذا ما لقى أحد، إذا ما سأل أحد منكم أبسأل أنا، فمن عنده أسئلة؟ طيب مايك. السلام عليكم. السلام عليكم. المحاضرة. الله يحفظك. سؤالي عنده تأسيس مشروع جديد. أحد المشاكل التي قد تواجه إيجاد اسم. أعرف في تقنيات معينة لتكوين اسم قد يكون مثلاً دمج بين أشياء أو حصول على غرابة محاولة تسهيل يعني أو لفت النظر. لكن في إشكالية أشوف أنا قد يختلف معي غيري فيها. تأسيس اسم يكون ذا معنى يرسخ ويعكس النظرة للمشروع حقك، ونفس الوقت يكون متوفر للحجز كدومين. فيا ريت تتكلم عن الموضوع هذا بشكل يعني سريع يعني لعسل ما تفصل للشباب الثاني. والله سؤال ممتاز، بس تفضل تفضل. عقار ماب، مشكله الماب اللي عنها حاضر ولا يهمك. كذا حركتني يعني سؤالين. طيب السؤال الاول سؤال يعني اكيد معظم الشباب واجهوه، وللاسف ما عندي حل كويس يعني ما قدرت فلسف واجيب لك سيناريو معين. عاده يجي لك اسم حلو تجي تحاول تحجزه ويطلع محجوز، يعني ما له حل كبير، تضطر تبتكر. انا بصراحه وصلت لمرحله انه الاسم هو مهم. احيانا الاسم لو فيه ابداع في الاختيار ومعنى وثقل يساعدك، يكون الاسم كاتشي شويه يعني يشد الانتباه او يرسخ في الذاكره بسهوله،
هذه أمور طيبة لو توفرت، بس أحياناً تضطر تتعامل. أنا من النوع الذي ممكن أتعامل، يعني عقار ماب بصراحة الاسم ما أفتخر فيه كثير كاسم، مجرد اسم، لكن كماركة اليوم أفتخر فيها، لكن كاسم كذا عقار ماب لو أعيدت لي الفرصة بالتسمية وكانت الدومينات كلها فاضية كان ممكن نختار اسم أفضل. بس الحقيقة أنك تجرب تحدي كبير حقيقة، تحدي بالفعل، يمكن في الغالب راح تأخذ 70% من خياراتك قدام، أكثر للأسف أكثر. يعني أنا تجربتي يعني الأسماء الجميلة والممتازة محجوزة. يعني أعطيك مثال، اسم عقار دوت كوم، في واحد أخ سعودي الله يحفظه مالكه هنا، كلمته نتناقش، يا أخي نشتري منك 4 مليون دولار، وين رايح؟ إيش من تفكير هذا؟ خلي 4 مليون دولار، تأخي أنت حاسبها صح، 500,000، أكلمه 500,000، ما معي 50 دولار يومها، قلت له 500,000 دولار الآن كاش أجي لك للسعودية ونخلص. عفوا يا أخي 4 مليون، والله 3.5 مليون ممكن نتفاهمك، إيش كله؟ خليه هناك محطوط، الله يحفظه ويطول عمره ويوفقه. لكن الجنون وجه حد اشترى منه الله يعينه، طبعا ما تعرف يعني، يمكن هو طبعا من حقه منتجه سوقه صح، وفي النهاية صاحب شركة يعني هذا شغله، من حقه، بس تسعيرته غلط بالنسبة لي ما تناسبني، فقلت له الله معك، يمكن في يوم من الأيام يجي له واحد ويشتري. فهذا بالنسبة للتسمية، ما عندي حلول بصراحة. أنا من أنصار أنه تعامل، لا تخلي الاسم يقفل لك العملية، خذ أي اسم وتكل على الله. أغرب الأسماء تستخدمها اليوم تويتر، فيسبوك، جوجل، مش مهم يعني، مش ما يوصلك لمرحلة التوقف. في نقطة اللي ذكرها الأخ مازن بالنسبة لاسمنا عقار ماب، في تدوينة كتبتها عن الموضوع هذا، اسمنا كان عقار ماب لأنه كان الموقع يركز بشكل كبير على الخريطة، الذي دخلوه زمان كان أول ما تدخل تلاقي خريطة عقار ماب، خريطة جوجل قدامك وعليها عقارات. بصراحة كان تحدي كبير تراجعنا عن 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 سياسة فرض الخريطة. المجتمع المصري وجدنا أنه عنده خصائص. بصراحة أنا قيمت اسم عقار ماب في الغالب كان على السوق السعودي أيام البحث عن الفكرة وكذا، وجدت أن السعوديين يستخدموا الخرائط بشكل كبير، ويبدو أنه كمان عاداتهم كبدو ويتعاملوا بالخرائط والأماكن والمناطق والكذا، متعودين على استخدام الخرائط ويفهموها ويحبوها. حتى تلاحظ في محلات، مشيت جنب محلات سيارات جي بي اس وما ادري ايش، الناس يحبوا انهم يطلعوا للبر وكذا، فالخرائط عندهم شيء اساسي. في مصر ما يحبوا الخرائط، في مصر ما يفهموا الخرائط، يعني شيء غريب جدا. المستخدم العادي تحطه قدام الخريطه يقول لك يا ابني انا عايز شقه، مش عايز ابص على الخريطه. يعني بالفعل جلسنا، طيب تعال، كنا نعمل لهم يوزابيليتي ستاديز، نجيب ناس للمكتب ونحطهم قدام الجهاز ونصورهم ونشوف ايش يعملوا. تحطه في اسكندرية، أول ما بدأنا في اسكندرية تحطه في اسكندرية، تقول له طيب روح لحد يعني سان ستيفن ولا كذا، تلاقي ماشي بالخريطة دخل في ليبيا، الرجل يسحب، أخي وينك، صلي على النبي، المنطقة هنا. فحاولنا قدر الإمكان أنه لا، الخريطة ولفيناها طلعناها نزلناها عملنا يمين شمال أضفنا الأحياء، عملنا كل اللي تتوقع لتبسيط الفكرة، إلى أن وصلنا القناعة أنه لا تفرض التقنية على الجمهور، هم ما يحبوا الخريطة، شيل الخريطة يا أخي. الشباب يقول لي عقار ماب والفكرة، أنا لو حد سمعني أول، لو تراجعوا الفيديوهات، لا يعني خلينا على جنب الآن، خريطة قلة اللي يستخدموها في مصر، يعني في مصر، في السعودية ممكن نرجعها بالفعل، يعني في السعودية ممكن ترجع هي الأسلوب الأساسي للبحث. هو يعني في عندنا نظريات توصلنا لها بهذا الموضوع، أعتقد أن الجمهور مقسوم نص بنص، الفيجوال بيبل والنون فيجوال. على حسب، تلاقي في ناس يحبوا الخرائط وفي ناس ما يحبوا الخرائط، هي اعتقد انها مقسومه نصف ونص. فهذا الذي عملناه بالنسبه للعقار ماب. تفضل. معنا الاخ بسام محمد، هو مجال البراندنج وال جميل، بيهزئني الان، ليش الاحراق يا اخي؟ عندي عقار تك للبيع، عقار تك.com، نص مليون دولار، خلاص جاهزين جاهزين. هذه القيمة. المشروع ما بيع صراحة بالخير. الله يوفقك. طيب بالنسبة للبراندينج، بس هو كان الفكرة الكلام اللي قلته في البداية، البيلدينج البراند إيكوتي، يعني يكون عندك لازم تفكر مستقبلا إن شركتك ممكن توسع خيالك، ومنتجك هذا تتخيل يوما ما ممكن أحد يجي ويعرض عليك مبلغ بس بمجرد إنك تعطيه الاسم، حتى أترك المنتج وترك كل شيء. صح. بس ابغى الاسم حقك، فتخيل هذا الشيء، وتخيل ايش الاسم اللي فعلا ممكن يجذب الناس. طبعا شركه باندينج اسمها عنصر مشرف، الاسم وزاره التجاره
ولا أحد فكر فيه موجود في الموقع الإنترنت om.sa يعني ولا أحد برضه أخذ الابريفيشن هذا. الاسم فيه حاول يكون له قصة. يعني إحنا كشركة براند عنصر مشع، الفكرة العناصر المشعة هي العناصر الكيميائية اللي أضفتها إلى أي عنصر ثاني تعطيه صفة الإشعاع. ففي أحيانا قصة تخلي الكلاينت يتساءل. الاسم debatable، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي الاسم سيء جدا، بعض الناس يقول لك يا أخي اسمكم رائع جدا، ما لقينا حين في النص الصراحة. فالشيء اللي حصلناه منه على الأقل إنه ما ينسى الاسم. يعني ممكن الاسم أكثر شيء تحرص عليه إنه يكون يعلق في الذهن. في براندز كثيرة، يعني مثلا إذا جينا نتكلم عالميا كثير، لكن محليا عندنا مثلا كملنا، تخيلوا كملنا اسمها اللعبة السعودية للبلوت، ما تيجي شركة تركية تشتريها. لازم تفكر دائما ببراند. في بعض المنتجات أو الشركات كونت براند بحد ذاتها، مثلا يعني بعض الناس يقول محمد يوسف ناغي، اسم طويل لكن يسمع يقول هذا بي ام دبليو على طول في إذا كان في السعودية. عبد اللطيف جميل، في بعض الأسماء هذه نجحت القديمة الراجحي، لكن الآن المفترض أن يكون تفكر في الاسم الخطوة الأولى. ما بسوي دعاية، مو شرط أنك تدفع مبالغ وتستثمر مع إذا خاصة في البدايات يمكن ما يكون عندك، لكن خلي عندك الهاجس. لا تقول أبسوي لشيء 3000 ولا بسوي شيء 5000 عند أرخص واحد، لا، فكر أنه لازم يكون لك أنت بصمتك في الموضوع، لازم تختار الاسم وتستشير فيه، لازم اللوكن فيه حقك يعني تدخل فيه أيضا بعمق وتخلي بصمتك في الموضوع، مو شرط تجيب أغلى ناس يسووا لك العملية. فيعني هذه بشكل مختصر. لا شكرا، شكرا بالفعل، يعني الكلام الذي قلته في محله، وطبعا انت خبير ما ينفع نناقشك في الموضوع. انا اتفق معك في معظم الكلام بخصوص الاسم واهميته، بس شخصيا مش شرط ان هذا صح، ما اشغل نفسي كثيرا انا بالاسم، لكن الاسم اذا قدرت تجيب اسم له قصه، شوف انا موضوع القصه اتفق معك فيه 100%، لازم يكون في قصه. لو القصه مبنيه على الاسم أنت كذا بدأت بشيء جميل، تدخل تقول عنصر مشع، لك نعم هيش عنصر مشع، تدخل لا بالفعل بالفعل، لكن وجود القصة يعني سحر. لما تبيع وجود قصة معك، قصة عن أي شيء على فكرة، أي قصة تربط فيها تبني علاقة مع المستخدم أو العميل، يفضل أنها تكون علاقة عاطفية، مش عاطفية عاطفية يعني emotional يعني، تمام، علاقة ودية نقول إيش ما كانت، المهم حميمة، طيب كلها مش نافعة، علاقة emotional يترش الemotions of العميل تفيد بشكل كبير. أحيانا يكون الاسم يكون فاتحة الموضوع تبدأ منه، أحيانا يكون المنتج، أحيانا يكون فريق العمل، متى بدأ المشروع، كيف بدأ المشروع، قصة عميل آخر تدخل بها وتستخدمها، وجود القصة كمان تساعد. بس أتفق معك 100% إن استطعت إنك تختار اسم له معنى ويأثر ويكون مميز، أكيد مفيد بشكل كبير. عندي سؤال قبل أنسى السؤال، خاصة إن صار في نقاش شوي وأعرف هذا الشيء عليك، أرجوك ما تفتيش، كيف قدرت تلحظ هذه السياسة داخل شركتك أو في منظمتك، اللي هو بدأ كل واحد يعطي آراء شخصية، كيف استطعت أن تحول هذا الشيء إلى خلينا نقول number driven decisions؟ تعطينا نبذة كيف تتخذ القرارات إذا صار في أكثر من رأي، كيف تفصلون بين الموضوع؟ والله تمام، سؤال كويس، وفي عندنا يعني انتبهت للموضوع هذا بسرعة قبل دخولي للسوق المصري. يعني هذا شيء أساسي عندي كان أنه ما أحب الآراء، يعني ما يعجبني الآراء بشكل، الرأي اللي هو رأي كذا مبني على يفشل، هذا ما حد بيشتري في مصر، بيفشل في السعودية، لا بيفشل في مصر، الناس ما عندها فلوس في السعودية، الناس ما تحب تشتغل في مدري، آراء كذا مجرد آراء، بلها يعني لازم تتأكد منها، هل هي صح؟ هل بالفعل هذا المنتج ما حد بيشتريه في مصر؟ فمن الأشياء اللي عملتها إنه في عندي أول ما يدخل الموظف أو أحد أعضاء فريق العمل، أول ما يدخل عندي إن شاء الله لما واحد منكم يدخل بيمر بنفس التجربة، نعطيه الـ orientation اللي هو التعريف بالشركة. ومن أساسيات التعريف بالشركة في عندنا نقطة إنه نحب فقط الحقائق ونكره الآراء،
وانا قاعد كل موظف جديد دائما وحد يدخل الفريق انه يعني بحرقك في لحظه معينه لو قلت راي بدون ارقام. مثلا نكون في اجتماع نتكلم يلا يا جماعه بنعمل منتج كذا وبنعمل كذا وبنبيعه لفئه كذا، واحد يقول لك لا 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 ما اعتقد ما بينجح. ليش؟ من الذي قال؟ على اي اساس تقول الكلام هذا؟ مره كان في اوضاع في البلد مدري، واحد قال لا صراحه الشركات كلها موقفه الصرف، ما حد يصرف على اي شيء الان. طيب من قال لك هذا الكلام؟ على اي اساس يعني؟ لا اكيد يعني سمعت. لا لا سمعت ايش؟ من سمعت؟ كم سمعت؟ هل هو statistically significant؟ هل في احصائيات؟ ما ادري. طيب خلاص وضح الكلام. فالذي متفقين عليه في الشركه عندنا انه ما تقول اراء، اذا تريد تقول راي في اربع جمل تستخدمها مع الراي. تقول اعتقد في رايي ومن وجهه نظري، يعني تحاول توضح ان هذا مجرد راي مش حقيقه، انه اعتقد ومن وجهه نظري ان هذا المنتج لن يباع في السوق. ممكن نتكلم بهذا الاسلوب. في فرق كبير بين انك تقول هذا المنتج سيفشل او اعتقد ان هذا المنتج سيفشل بناء على توقعاتي. ايش الفرق؟ من وجهه نظرك انت قلت نفس الجمله، بس الناس الموجوده لما تسمع تعرف ان هذا راي ولا هذا حقيقه. لان احيانا تكون جالس في جلسه كذا تتكلموا يا جماعه خلاص مثلا منتج جديد تمام، يجي لك واحد مثلا ديفلوبر يقول لك لا هذا بيفشل. لو سكت وخليت الموضوع هذا يعدي في معك أربعة مبيعات، الآن زرعت في قلوبهم توقع أن هذا المنتج بالفعل سيفشل. يعني ما يأخذ باله أن الموضوع الآن كان مجرد رأي قبل دقائق وأصبح حقيقة، ويبدأ كل واحد يكلم الثاني يا أخي المنتج فاشل خلاص بعنا الشركة فلسنا على يعني على طول. فأنا أستمتع بأنه أمسك حد يفتي، يعني سواء استمتع متعتي اي حد يبدا يتكلم احرقه على طول واكون صارم جدا. من قال لك؟ على اي اساس؟ ايش الارقام الذي عندك؟ ما عندك ارقام؟ طيب تروح تجيب لنا ارقام وترجع. فالناس كلها تبدا ايش؟ تكون حذره بكلماتها. واحيانا الشباب يمسكوني انا اقول لهم لا 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 ما تنفع، يقول لي كيف؟ من قال؟ صاحب الشركه. لا من قال؟ فين الحقائق؟ جربت ما ينطبق الموضوع علي. واحيانا في عندنا طبعا في البزنس في حاجه اسمها gut feeling اللي هو الشعور كذا من الباطن انه هذا الموضوع ناجح. الاسلوب هذا نوعا ما يتعارض معه رغم ان احب gut feeling، بس الحقائق وبناء القرارات على الحقائق الموثقه بارقام او بتجارب افضل. ومش عيب انك تقول هذا راي، بس توضح ان الموضوع هذا فقط راي وليس حقيقه. تفضل. الحمد لله. اوكي سؤالي عن اختيار المنتج، هل انت مع اختيار المنتج based on innovation مثل جوجل مثلا مبني على innovation completely، او على مثلا شركة لاحظ بالعالم العربي انه معظم الشركات مبني على الكونتنت، يعني شركات تبيع كونتنت وليس تبيع برودكتس مبني من الصفر او مبني على innovation معين. عقار مهب مثلا لو بغينا نصنفه ممكن يصنف ضمن كونتنت الى حد ما، ما في حجم كبير من innovation. الفن فيه هو على التسويق. ما تخافون من المنافسه مثلا انه مستقبلا يجي ينتبهون لكم مثلا ويجي مثلا مستثمرين كبار او حتى شركات من برا تضخ سيوله عاليه تحاول تنافس او تكون ريد اوشن؟ فما ادري يعني تعليقك. يعني انت تتهمنا انه ما في عندنا انوفيشن ولا كيف؟ لا امزح معك. طيب الصراحه هذا الموضوع دائما اواجهه، يعني كل ما في اي مناسبه وفي اي شيء مكتوب عن شركتنا يدخل لك واحد حامي ديفلوبر يا اخي هذا موقع فاشل وانا ممكن اعمله بثلاث ايام ومش عارف ايش، وين الانوفيشن؟ وين الابتكار؟ وليش يفوزوا؟ وليش يعملوا؟ وليش نجحوا؟ وايش كلامك سليم، بس انا بصراحه رجل اعمال، انا مش مخترع. I don't care about innovation، ولا يفرق معي. لو الانوفيشن هو اللي بيجيب لي فلوس اعمل انوفيشن، لو التسويق هو اللي يجيب لي فلوس اعمل تسويق. في فرق. في عندنا بالفعل هذه الظاهره، كويس انك تكلمت عليها لانها مهمه لها علاقه بالتطوير، ان في شباب ما يقتنع انه يطلع منتجه وما في شيء جديد. يقول لك يا اخي هذا في زيه ليش اطلعه، ما اخترعت شيء، ما في شيء جديد فيه. فيجلس يعك فيه ويحاول يحاول يخترع شيء حتى لو كان السوق اصلا مش بحاجه الاختراع ولا بحاجه الابتكار الذي عمله. فالنقطه الذي احب اركز عليها انه الموضوع يعتمد على هدفك. اذا انت هدفك هو الابتكار والاختراع الله يوفقك، ابتكر واخترع. اذا انت هدفك التجاره ركز على التجاره او على نجاح المشروع. انا بصراحه هدفي التجاره. هذا لا يعني انه في التجاره لا تعمل ابتكار، احيانا تضطر انك تبتكر على اساس تنجح.
صح ولا لا؟ يعني انت ممكن تتجه انك تشتغل في شغل يجي منافس يعمل نفس شغلك، لازم تبتكر عشان تتفوق عليه. فهو على حسب وضع السوق. انا شايف انه ممكن تعمل كذا او كذا، بس بصراحه ارى ان السوق العربي اليوم ليس بحاجه للاختراعات في الوضع الحالي. احنا محتاجين الاساسيات، ابسط الامور فاشلين فيها، ابسط الامور. لا نروح نخترع واحنا ما معنا ولا اداه ولا معنا تقنيه ولا معنا شيء ناجح. يعني بالفعل جالس نفكر ان احنا نخترع اشياء ونريد ونعمل وكذا، وهذا والله كويس. يعني انا فخور ان عندنا العقليات هذه، وبالفعل معظم الشباب العربي متجه للابتكار وما يقتنع بشيء عادي، يعني يقول لك لا هذا لا يمكن اعمله. او حتى في شباب في ظاهره ثانيه، واحد يجي يكلمني ايش اعمل وكذا، اقول له طيب ليش ما تجرب تعمل كذا؟ يقول لك لا يا اخي في ناس عملوها. طيب ايش فيها؟ احنا عقار ما بقينا والسوق فيه 200 منافس داخل الوطن العربي، مصر داخلها كان فوق ال 25 منافس، ولا يفرق معايا شيء. انا مش جاي اخترع، انا شغلي تاجر رجل اعمال، يعني في النهايه اريد اعمل مشروع وانجح واحقق ارباح. يعني لو التفكير كذا ما كانت جوجل ما عملت جوجل، وفي ناس غيرها، وفي ناس حتى بدأوا باشياء مش شرط فيها ابتكار ونجحت بسبب التنفيذ السليم. فهذه وجهة نظري. تفضل. السلام عليكم. السلام. عماد، إذا كان عندي مشروعك مشروع كلياً جديد، يعني ما هو مفهوم السوق أو طريقة جديدة كلياً، أو ما حد يعني أو ما في منافسين في المجال هذا، يعني كيف بتسوي؟ سؤال حلو. الثاني، إذا كان يعني عندك طرفين في مشروعك، يعني طرفين في، هل توفر يعني المشتري أو البايع، يعني توفر العقار مثلاً أو المشتري؟ هذا تمام. سؤالين مهمين بصراحة. السؤال الأول إيش كان؟ طيب أمزح معك، أنا مركز، بس إيش كان بالضبط؟ طيب السؤال الأول الذي هو الآن معك منتج جديد وتحب تسوقه، على فكرة تحدي كبير. كل ما كان المنتج جديد ومبتكر وفيه إبداع بالفعل بيعه أصعب، لأن العميل مش فاهم وين يحطك. نفس السؤال الذي قلت لك، تدخل حوله اي تي وتروح للاي تي يقول لك والله هذا مش شغل، انا شغل ما حد عارف انت من اصلا، فين وير دو يو فيت، فين تدخل، فين تركب في 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 في, في البزنس، او حتى في عند العميل الشخص. يعني انت عارف احيانا يجي لك يقول لك هذه ابلكيشن جديده، تقرا شرح الابلكيشن ما انت فاهم ايش ليش انزلها هذه، مش فاهم ايش هي بالضبط، يعني ايش عمل بها. ابحث عن المنافس واخترع المنافس. لو المنافس مش موجود، ما فيش حاجة في السوق ما لها منافس. إذا ما لها منافس يعني ما لها سوق، يعني إن منتجك غلط في غلط. مهما أنا عارف إنك بتقول لي لا ما فيش، لا لا أنا عارف، لا هو موجود، بس موجود يعني هم محتاجينه، الشيء محتاجينه، في منافس، ما في يعني حد يقدمها، في منافس. إيش ما كان المنتج في منافس، بس قد لا يكون واضح. بديل أي زي الرياضة أصلاً. يعني في حالات خاصة جداً، يعني أنا ممكن أجيب لك أغرب الحالات، حالات غريبة. يعني ممكن تقول لي إنستغرام، إيش المنافس؟ لأنه أو تويتر، يعني تويتر ممكن تلاقي له، بس في حالات تقول إيش المنافس؟ بس في الحقيقة في منافس. لو دخلت مش منافس، بديل، أسلوب حياة. أحياناً يكون لما يعني إنستغرام ممكن يكون لما يسوقوه ما يسوقوا إنه موقع صور، يسوق على حاجة ثانية، شيرينج، يكلمك على الشيرينج، على المشاركة، وإنك تشارك وإنك تستخدم الإيميل، وبدل ما تستخدم الإيميل هنا ممكن تستخدمه بشكل كده، ما يتكلم على المنتج. فأنت لو معك يعني مهما كان المنتج أكيد فيه له منافس، أكيد فيه شيء الناس تستخدمه حاليا لتلبية نفس الخدمة أو نفس أو للحصول على نفس القيمة اللي تقدمها أنت. ولو ما في شيء معك مشكلة، معناته أصلا ما في حد محتاج الشيء الذي عندك. فأكيد أنت شوف الشيء الذي تقدمه، كيف الناس الآن تحصل عليه. احيانا يكون الشيء هذا مثلا في موقع اسمه هذا تبع الكلاود، من الاشياء الغريبه كلاود، اللي هو موقع يقول لك ترتيبك في شهرتك في العالم ومدى شهرتك وكذا. كيف تسوق هذا المنتج؟ ايش تقول للناس؟ ايش البديل؟ شيء غريب، بس في الحقيقه انت تدخل تلعب على غرائز العميل، يعني تدخل تلعب على غرائز موجوده فيه بس مش قادر، مش واضحه. تتكلم على غريزه
الشهرة والظهور، هتروح تخاطب ناس إعلاميين زي الأستاذ مروان المريسي، شخصيات المهمة، تدخل أحرقك، تدخل على شخصيات، تدخل على غرائز معينة عند فئة معينة، وتدخل يعني وتركز عليها. ابحث عن المنافس. لو وصلت للقناعة أنه ما في منافس ولا في بديل يقدم نفس الخدمة مش بنفس الشكل، احنا نتكلم على الفاليو القيمة مش الخدمة. لا تفكر بالبرودكت بالمنتج، فكر بالقيمة. إذا القيمة تساعد في زيادة المبيعات، كيف العميل يزيد المبيعات حاليا؟ ركز على القيمة وشوف إيش الذي هم يستخدموه واعتبر هذا منافسك. على فكرة اختراع المنافس مهم جدا، وإلا لو دخلت للعميل تبيع له أو عرضت له إعلان وما ذكرت له إيش المنافس ولا وين بالضبط المنتج هذا يناسب، مشكلة معك. يعني ما بيقدر يفهمك، ما يفهم أنت إيش وين يحطك أنت بدل إيش، ليش استخدمك، هذه مهمة. تمام. السؤال الثاني كان على الآن، ذكرني بالفعل نسيت السؤال الثاني. شكلك نسيت. أوكي تمام. السؤال الثاني يتعلق بأنه لو أنت تبيع منتج أو خدمة فيها قطاعين يسموها double sided marketplaces، إنه دول marketplaces، إنه أنت تبيع شيء محتاج ناس يجوا على أساس الناس الثانيين يشتروا. نبسطها كذا، لو معك مول، لو في معك مول، من تجيب الأول، أصحاب المعارض ولا المشترين؟ أصحاب المعارض. أنا صاحب معرض أجي أعرض عندك، ليش وما في عندك ولا مشتري؟ أجي أستأجر منك ولا في عندك زبون؟ تجيبهم كلهم صعب، استحالة. تحاول تجد، في هذه الغالب أنك بتجيب أصحاب المعارض، يعني هذه أوضح، بس كمان فيها تحدي، فتضطر تعطيها إيش؟ 3 شهور مجانا، وبعد 3 شهور لو تحب تنسحب ما في مشكلة، لازم تعطي له عرض مغري، ولا كيف يورط نفسه يجي ويركب ويعمل وكذا ويطلع في النهاية. أحيانا المولات تفشل، يطلع سوقها بارد، ما في لها ترافيك، ما حد يدخل، فأنت تحاول توزنها بهذه الطريقة. موقع زي عقار ماب، من تجيب الأول، أصحاب العقارات ولا الزوار اللي يشتروا عقارات؟ لو تقول أصحاب العقارات، تجي تقول لصاحب العقارات ضيف عقاري، يقول لك ليش ضيف عقاري، ما في حد عندك أصلا، ليش أدخل؟ تقول للزائر تعال يجي، ما في شيء. فهذه في هذه الأوضاع تحاول توزنها، تشوف من الأول. في الغالب هنا صاحب العقار، يعني زي أصحاب المعارض، أصحاب المعارض يكون الأولين، بس تحاول قدر الإمكان تشتغل عليها على أساس تبني. أحيانا تضطر تستخدم أساليب فيها ابتكار شوية على أساس تعرف تبني نوع من المحتوى يساعد على جذب العملاء. غير كذا يا جماعة، تفضل 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 عادي. طيب عندي 3 أسئلة. سؤالين الحين والسؤال الثالث إن شاء الله إذا جلسنا معك مع بعض إن شاء الله. المعاناة اللي واجهتها في البحث عن فريق عمل، حدثنا عن الصعوبات وش أكثر شيء يقنع الشخص، خصوصا إذا كنت مؤمن بفكرة يعني وتعيش معك ليلة نهار، تنام معها وتأكل معها. اتق الله يا فتى. السؤال الثاني، لماذا مصر بالتحديد؟ ماذا عن اليمن الأم؟ سؤالين ممتازين. طيب سؤال اليمني، ايوه ادي له. طيب بالنسبه لاختيار فريق العمل، والله انا نوعا ما دقيق في 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 اختياري للناس، يعني اعتقد الفتره الاولى كنت شويه فيها عشوائي ومستعجل، بس الان اصبحت في عندي معايير معينه. اهم معيار عندي في الاختيار الايمان بالفكره، اللي هو الشخص الذي قدامي مش مؤمن بالفكره، الله معه اصلا، لا بيطول معي ولا بطول معه ولا بيعرف يشتغل بالكثافه والقوه الذي نشتغل فيها. من وين؟ ايوه من وين تجيبهم؟ صح، اعطيك السر ولا اضحك عليك باي اجابه؟ طيب تجيبهم من انا اسلوبي، من التدوين ومن حضور فعاليات زي هذه. هذا اسلوبي، من التدوين في المدونه ومن حضور فعاليات زي هذه، لأن في فعالية زي هذه أنا مؤمن إنه في شابين ممكن اهتمامهم متناسب معي. ما دام جاء يحضر أكيد في اهتمام، من هناك تسحب. هذا أنا شايف هذه أفضل طرق بالنسبة لي. جربت الإعلانات في الوظائف، هذه بركة، يعني إيش ما كان. السؤال الأهم، كيف تعرف إنه مؤمن؟ يعني هذا سؤال صعب أحيانا، يعني كيف تعرف إنه كل الناس تجي لك ما شاء الله والله فكرة حلوة، وكن حانة بيحتاج وظيفة فيقول لك أي كلام. أنا معايا أسلوب بسيط، وقت الانترفيو بنتكلم، بس لو قلنا الأسلوب الآن بينكشف الموضوع. طيب بسيط، خلاص اكشف. وقت التوظيف أسأله كم مرتبه الحالي،
كذا بالصدفة وقت الكلام كذا تباشروا بسؤال عساسي فجأة يطلع الإجابة تطلع على طول. يقول لك مثلا 5000 ريال مسكوك كذا في نص الكلام تقول له طيب ايش اكبر تحدي واجهته في حياتك؟ يقول لك والله كان مره في الايام. تقول كم مرتبك الحالي؟ في نص السؤال كذا تعطي له سؤال سريع في الغالب يجيب لك الاجابه. لو تاخر شويه لا توظفه، يعني عرف انه بدا يلعب معك. يجيب لك الاجابه خلك 5000 ببساطه. اخر الانترفيو تقول له مرتبك يا اخي 2500 موافق؟ الاجابه مش موافق، الله معه. قد يكون مش موافق لسببين. السبب الأول أنه مش مؤمن بالفكرة. السبب الثاني أنه ظروفه ما تسمح له أنه بالفعل يقبل الراتب هذا. وهذه حقيقة يعني أنا عارفها. بالنسبة لي هذا هو الأسلوب الذي اختبره، الذي سأستخدمه للاختبار واعتمد عليه. ما خانني الأسلوب هذا. طيب الوقت اللي جلست فيه كم حفري؟ والله تدريجي يعني مش تدريجي، كان بناء الفريق تدريجي وإلى الآن أبني الفريق. عملية بناء الفريق ما تنتهي، يعني مش مسألة يوم وليلة. أهم شيء تبدأ بالكور الأساسيين 2-3 وبعدين تدريجيا تبني على حسب حاجتك. المسألة مش مسألة جمع عدد وتجمع ومعانا فريق عمل وكذا، لا، قدر الحاجة تبني. وكمان من الأشياء المهمة أنه لما تجد أشخاص، يعني لا أخفي عليكم أن الأخ مازن ضرب ضمن قائمة عندي أنه فريق العمل في يوم من الأيام، رغم أنه طبعاً مازن مقداره الآن وين، هذا كان زمان أيام ما تعرفنا على بعض. بس لما أجد شاب أو شخص أشوف أنه فيه بالفعل هذا الشخص ممتاز في يوم من الأيام بحتاجه، اليوم ما أقدر أجيبه أو اليوم يمكن ما يتشجع يدخل معي، أسجل اسمه عندي وأحطه تحت قائمة معينة وأجمع. وفي ناس أقابلهم اليوم أقابلك ما في أي شيء بيننا، بس للمستقبل أفكر أنه ممكن في يوم من الأيام نحتاج بعض، ممكن يكون مناسب للدخول معي. فالمسألة البناء تكون تدريجية. تمام، غير كذا ولا جاوبت على السؤالين ولا سؤال ولا؟ لا بس السؤال، لماذا مصر ليس البلد الأم اليمن؟ صح، شوف أي السؤال كويس. بدأنا في اليمن لبدء برمجة الموقع وتكوين المنتج، بدأنا في اليمن. لكن في الغالب كان لازم نتجه لسوق كبير. السوق اليمني صغير، حتى السوق القطري الإماراتي ما كان حتى في بالي، يعني أسواق صغيرة. عملت مشاريع قبل كذا في اليمن ونجحت، بس السوق صغير يعني كتعداد سكاني كpenetration rate الإنترنت مش كبير جدا. فكان السوقين الذي ظهروا بوضوح السعودية ومصر. عملت دراسة عميقة وتحليل كبير، وجدت أن السوق المصري الأفضل لنا للبداية، لأنه كان رأس مالنا ضعيف. تمام، محتاجين ندخل سوق الأيدي العاملة فيه متوفرة بتكلفة أقل، ولازم يكون السوق نفسه فيه بيع. يعني اليمن الأيدي العاملة فيه رخيصة بس ما مش سوق كبير. فلهذا جلسنا فترة وبعدين قلت يعني ما نجلس نتصل اتصالات دولية ونسافر، ولو يعني عملية عقيمة أنك تحاول تشتغل من داخل اليمن. السعودية سوق كويس بس توفير الأيدي العاملة مكلف، والإيجارات وتكلفة المعيشة أعلى من مصر. فقارنا، هذا كان واحد من المعايير. المعيار الثاني، السوق القطاع العقاري المصري أكثر تطوراً من القطاع العقاري السعودي، مستعد أكثر لاستقبال التقنية ومستعد أكثر لاستيعاب أساليب التسويق المختلفة. يعني من تحليلي للسوق وجدت أن السوق المصري أكثر استعداداً لخدمات عقار ماب. وفي عوامل أخرى كمان، يعني حاولت أدرس قدر الإمكان، وفي النهاية كانت نوعاً ما فيها نوع من الحظ، يعني مخاطرة فيها، لأنه كان ممكن يفشل الموضوع بسبب الاختيار الخاطئ. بس الحمد لله توفقنا، واليوم الحمد لله في السوق السعودي بادين. السوق السعودي ما كان فيه تجربة؟ هو أعتقد سؤاله ليش بدأنا يمكن كتركيز، بس في البداية احنا كنا على كله، على الوطن العربي كامل في البداية، لكن كان لازم نركز، فالاختيار كان على مصر في التركيز. تفضل. مسألة أنك تعطي الضمان للمنتج تعتبر مهمة أو إلزامية؟ مهمة أو إلزامية؟ على حسب، على حسب إيش منتجك. يعني لو جودة، لو أنت متأكد من، على حسب وعدك للعميل. يعني لو وعدك للعميل إن هذا التليفون يتصل يخليك تعمل اتصالات، هي إلزامية لأن هذه فانكشناليتي لازم تقدمها. لكن لو وعدك للعميل إن هذا التليفون يخليك أوسم وأكشخ والناس تحبك أكثر، صعب تقدم وعد تقول له لو الناس ما حبوك، لو البنات ما تزوجوك رجع المنتج. صعب، الناس تشتري الآيفون على فكرة مش عشان يتصل، عشان وعود أخرى.
تشوفوها بالتسويق ونقتنع فيها، انا معاكم نقتنع فيها ونشتري. بس ابل ما وعدت نهائيا، وعدتك بحلم واحد يركض مش عارف واحد يرقص واحد والناس تشتري. فعلى حسب الفاليو بروبوزيشن، اذا الوعد انت يعني متاكد ان المنتج يقدمه هي الزاميه، اذا الوعد شيء غير ملموس وشويه يعني ريليتيف يعتمد على حسب الوضع، خطير انك تقدمه وتقول 100% هذا سيتم، وان لم يتم المنتج مرجوع، انت تورط نفسك. فالموضوع يعني على حسب الوضع. سؤال اخر. يعطيك العافيه، الله يحفظك، مفيد. شكرا. سؤالي الاول، عندي سؤالين. السؤال الاول، كيف يعني ذكر بالمقدمه انك كنت بالامارات او يعني بدات بالامارات، اوكي، كيف استطعتوا تنافسوا موقع قوي مثل دوبزن؟ اوكي صح. السؤال الثاني، ما هي ابرز التحديات عندكم الان بالسعوديه، غير طبعا جده المنتج انه مفهوم جديد يعني. تمام. بالنسبة للإمارات، ما عملنا أوبريشن في الإمارات إطلاقا، يعني ما حاولنا حتى دخول السوق الإماراتي، بس الكيان القانوني في الإمارات، يعني الشركة عقرنا بشركة إماراتية، لكن نحن شغالين في السوق الإماراتي ما حاولنا. والسبب أنه وجدنا أن السوق عدى سبقنا، في ناس سبقونا فيه، مش عيب أنك تختار المعركة الصحيحة. شفنا أن السوق الإماراتي هو كويس على فكرة، يعني متطور رغم الظروف المشاكل التي حصلت عندهم بالقطاع العقاري، بس السوق نفسه جاهز جدا لخدماتنا، وجاهز جدا لانه في ناس سبقونا اصلا وعملوا عمليه التوعيه للسوق، لكن اخترنا انه ما ندخل السوق هذا، لكن لا يمنع ان احنا نرجع له، يعني المعركه مش منتهيه، بس حبه حبه يعني تجهز الجيش، تجهز الموارد الذي عندك وتدخل في الوقت المناسب. هذا بالنسبه للامارات. السؤال الثاني كان ابرز التحديات في السعوديه غير جده المنتج. ابرز واكبر تحدي اننا لا نفهم اي شيء عن السوق السعودي. كان نفس التحدي في مصر. انا اشوف انه دائما اي سوق تدخله إذا أنت مقتنع أنك فاهم الله يفتح عليك، وإذا أنت مؤمن أنه بالفعل أنت ولا تفهم شيء وجاي تتعلم وتسمع وتسأل وتقرأ، الأمور تتحسن معك. فالسوق السعودي بالنسبة لنا مجهول، رغم أن احنا قرينا وفهمنا وحللنا، بس مقتنعين أن احنا مش فاهمين أي شيء وجاي نتعلم وجاي نجرب، مع الوقت بنفهمه. نفس السوق المصري دخلناه ولا فاهمين شيء، والحمد لله يعني الموضوع أخذ مننا سنة ونص على بال ما بالفعل فهمناه وعرفنا نقدم خدمات ممتازة. سوق السعودي قد يأخذ فترة أقل لأنه في معنا دروس مستفادة، بس يبقى سوق فريد من نوعه. إحنا مؤمنين أن كل سوق عربي فيه أوجه تشابه وفيه أوجه اختلافات كثيرة، فلازم الواحد يكون حريص في استهداف الأسواق وفهمها واستيعابها. أولا أشكر بادر على تنظيم الفعالية هذه، يعطيكم ألف عافية. صدق يا شباب ورياض جيكس، صدق يا شباب. الشيء الثاني، نيابة عن الحضور جميعا، مهنئ الأخ عماد بفوزه مؤخرا بجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية كأفضل رائد أعمال 2013. الله يعينك الحين. ادخل. حقيقة يعني المحاضرة لحسن حظي كانت أحسن مما توقعت. الناس تبيع كود والناس تبيع ذهب، انك حتتكلم في الاكواد وبناء الاكواد اللي ما افهم فيها شيء، لكن الحمد لله انك تكلمت في شيء اجمل. لكن كان عندي سؤال كنت مجهزه من قبل ما اجي، اللي هو بناء الاكواد فعلا. يعني امس كنت اقرا تغريده لبيل جيتس يتكلم عن الكودينج، وهو محرص او من الناس اللي توصي بانه يدخل في التعليم. فهل تتوقع انه الشيء هذا ممكن يعني في المستقبل القريب، انه مثلا بناء الأكواد تصير مادة إلزامية على الطلاب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كنا في ستارت اب ويكند صنعاء مع بعض، والحمد لله كانت إيفنت رائع جدا. الآن وأنت تتكلم في التسعير ذكرت المشروع اللي فاز بالمركز الثاني إذا ما كنت غلطان، اللي هو مشروع هدية. تذكر كانت الفكرة باختصار إنه شباب شغالين على فكرة إنه تغليف ممتاز للهدية، تغليف جميل، أحيانا ممكن يكون الأدد فاليو اللي فيه أغلى من الهدية نفسها. فأذكر في عدة جلسات مع الفريق أنت كنت تقول لهم كم حتسعروا، هم اختلفوا السعر، أنت أعطيتهم 10 أضعاف السعر. الآن أنتوا طبعا كنتوا في لجنة التحكيم ففوزتوا في المركز الثاني، أبغاك تحكي لي عن المشروع هذا، كيف أنتوا فوزتوا؟ هل أنه شفتوا والله ممكن أنه يجيب فلوس، ولا هم اقتنعوا، أو أنت ممكن رجعتوا اقتنعتوا بتسعيرتهم؟ طيب، سؤالين صعبين الصراحة، كل واحد صعب من الثاني. الأول أي والله الصراحة أسئلة يعني نقاط الضعف تستهدف، بس مش في الله
يلا خير. لا بس يعني انت سالتني في سؤالين صعب اجاوبك فيهم. الاول يعني معلوماتي زي معلومات البقيه، ما اقدر اقول لك جواب اكيد. هل الكود حيكون ماده في التعليم؟ انا شايف اهميته، انا مؤمن جدا باهميه الكودينج. هل يصبح ماده؟ ممكن من باب، اعتقد انه يصبح ماده من باب، يعني انت لو جيت تشوف النظام التعليمي اصلا مبني على اساس تعريف الطفل او الشاب خلال مرحلته التعليميه بكل انواع العلوم لسببين. السبب لكي يستطيع استيعاب انواع العلوم الاخرى ويستطيع مجاراه الناس بحديثهم عن تخصصاتهم او في تعاملاته العامه، والسبب الاخر لاستكشاف انواع العلوم واختيار الطريق المناسب له. فأشوف أنا أهمية البرمجة كعلم جديد أو قطاع جديد أو مجال جديد للتعليم كبير جدا، لا يمكن تجاهله. يعني مش معقول زيه زي الأحياء، زي الكيمياء، زي الرياضيات، زي الأدب، زي الفن. فأتوقع من هذا المنطلق أنه حيدخل كمادة أساسية خلال التعليم الأساسي، بس مدى ثقلها وأهميتها وتواجدها في كل مراحل التعليم ما عندي رأي واضح في هذه النقطة، فأكتفي بهذه الإجابة، يعني هذا الذي في رأيي. النقطة الثانية بالنسبة للتسعير وبالنسبة لفريق هدية، بالفعل أنا أذكر تعليقي على التسعير معهم. السبب تكلمت زي ما أنت قلت، الفكرة لن أعيدها، هي فكرة تغليف مميز لهدايا فاخرة لناس تعزهم مثلا. الفكرة أنهم جابوا فكرة ممتازة وتطبيقها كان فيه صرف وجهد يدوي وخدمة ممتازة وكاستمايزد، وعملوا كل الجهد هذا شغل، يعني هدية كان مثل الشباب التكنيكال في الوطن العربي، يتعب 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 وفي الأخير يبيع بيعة بصل، يعني ما يبيع منتج ثمين، يبيعه كأنه كوموديتي. فهذا الذي خلاني أقول لهم يا جماعة لا، لما تشتغل الشغل المحترم هذا سعر صح. أنت الآن تبيع مش للفئة العادية، مش للشخص العادي الذي يريد يغلف أي هدية ويرسلها، تبيع لشخص يحب يرسل هدية فريدة من نوعها، هدية يعني مش شرط قيمتها، الشرط انك انت تريد تخليها فريده من نوعها ومميزه. وكان وجهه نظري انه الان العالم يمر بعولمه، اصبحت نوعيه المنتجات ممله. تدخل اي مول، تروح دبي، تروح طوكيو، تروح باريس، تروح امريكا، تدخل اي هذيك المحلات في نفسها، يعني جورجيو ارماني، جوتشي، المنتجات مهما ارتفعت يعني الماركه وقوتها، المنتج هو نفس المنتج. تروح تجيبه، يعني لو رحت مثلا الان باريس ايش بتجيب للناس في السعوديه؟ ما في شيء. لسه كنت في باريس وماشي في الشانزليزيه وافكر، قلت يا الشارع هذا كان مهم قبل 20 سنه، اليوم اهميته قلت واصبحت سيمبوليك، يعني شيء كذا بس، لكن رمزي بالفعل، لان كان زمان المنتج اللي هناك ما ينباع الا هناك، فكان مميز، فكان سعره سلخ. لكن اليوم المنتج اللي هناك المحلات، ولا دخلت محل، كل نفس المحلات، زارا، نايكي، اديداس، كل في كل مكان موجوده اصلا. فهم الآن بفكرتهم كان أنهم يغلفوا المنتج ويعملوا له تغليف مميز، حبوا يقدموا للعميل طريقة جديدة لتمييز الهدية، لأن المنتج مهما اشتريت منتج اللي يستقبله في الغالب يعرفه ويعرف سعره ويعرف من فين جبته ويمكن كمان اشتراه قبل كذا، فكيف تميزه؟ تعطيه إيش؟ التغليف مميز وفريد من نوعه ومكلف. فالآن كيف تسعر هذا؟ هم سعروها كيف؟ راح حسبوا التكلفة ضربوا 20% وهذا سعرنا. أنا كيف بسعره؟ أشوف الفاليو، اللي يشتري الغلاف هذا ليش اشتراه؟ لأنه عجز يدفع أكبر مبلغ في أغلى منتج ليبهر الشخص اللي بيهديله، هذه قيمة غالية جدا، غالية، سعرها يعني خرافي. أنت دخلت في مرحلة أنه يروح لجوريو أرماني مش كفاية، يروح لأغلى ماركات مش كفاية، شكل طبعا الشكل الذي بنوه كان ممتع. فانت الان ما انك تلعب في المنطقه هذه اضرب خلاص، يعني تلعب في منطقه، وبعدين مش كل الناس بيجوا يشتروه منك، بيشتروه منك ناس معينين اللي سعر الهديه خلاص ما عاد يفرق معه بقدر ما يفرق معه ابهار الـ الشخص الذي يهديها له. فكان من هنا تم، من هنا ركزت على موضوع التسعير معهم. بالنسبه للاختيار كان لجنه تحكيم وعوامل كثيره، وفي النهايه تم اختيارهم. أول شيء شكرا لك على صراحة تجربة غنية تستحق. الله يحفظك. وأخوي لفت شوفها في ناس كثيرين. الله يحفظك. بس مروان أنا عندي اعتراض، مع كامل الاحترام، على أساس سؤال حق الكودينج.
على كمبيوتر ساينس باك جراوند بخلفية تقنية. اللي أنا فهمته بالإعمال المبدئي الشخصي ما بدي ندرس على الكودينج اللي إذا في أولويات، أولويات حل المشاكل، حل المشاكل في العالم الحقيقي ريل وورلد. إذا قدرنا نخلي الطلاب يسوون الشيء هذا بنشوف عشرات الألوف من الإعمال. أشكرك أيضاً، ما شاء الله المادة كانت تستحق الثناء صراحة. الله يحفظك. أنا أسأل عن التسعير، طبعاً مهم جداً حتى آلية البيع، لما يكون السعر مناسب أو السعر يندفع بشكل يعني ما فيه عدم رضا لو قلت الجودة أو الصورة الذهنية. صح. جميل. أنا مع التسعير قبل وخالبا، لكن في نقطة أيضا أنه ذكرت في حاجة اللي هي بشكل شهري أو اشتراك سنوي ممكن أو كذا. التجربة اللي أنتم مريتوا فيها سواء بعقار مال أو غيرها من التجارب، كيف ترتب الاشتراكات الشهرية أو كيف تسحبها من العملاء إذا ما كان معاهم مثلاً فيزا كارد أو مستر كارد أو أي طرق دفع أخرى بشكل تلقائي؟ طيب، شكله معك موقع عقاري، أنا بديت أشك فيك بصراحة. لا لا، أمزح 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 بس. طيب، شوف أنا أحب الفكاهة شوية كذا على أساس الناس تصحصح معايا. طيب، بالنسبة للتسعير وأسلوب الدفع وآلية الدفع، النقطة الأولى كانت مهمة، أنه خطير جداً أنك تسعر المنتج بسعر غالي والعميل يشعر أنه غير راضي، هذا كارثة يعني، سواء في البداية أو في النهاية. إذا فشلت في عملية البيع في بداية البيع بإقناع العميل بالقيمة ونوعا ما يعني بفهلوة وشطارة اقنعته انه يشتري منك، انت خسرت نص البيعة اصلا حتى لو اشترى منك. لا، هذا بيع قصير يعني، قصير نظر، ما في فيه بعد ولا ما ينفع. فاذا وجدت انه في مقاومة عنيفة من العميل بالنسبة للسعر، اعد النظر ليس في السعر، في المنتج او في اسلوب البيع او في اسلوب التسويق. المفروض يكون العميل العملية سلسة، طبعا لازم عرب في تفاوض، لازم يعني هذا لا شك فيه، لكن انت تريد تحس انه العميل مقتنع راضي عن السعر الذي دفعه، هذا في البداية. الأخطر النهاية، بعد ما يكون استخدم الخدمة، نزل المنتج تبعك، جربه لو هو ابلكيشن، جرب شوية قال ايش هذا ولا استفدت شيء. برضه موضوع خطير، انا اولا تلقائيا لازم تعطيه يعني فلوسه، لو اشتكى تحل المشكلة، حتى لو تدفع له مبلغ اكبر من المبلغ الذي دفعه. بالفعل يعني انا مستعد ادفع مبلغ اكبر من المبلغ الذي دفعه لي العميل مقابل ان العميل لا يتكلم عني سلبيا في السوق. كارثه كارثه، بسبب طبيعه تسعيري وطبيعه تسويقي لمنتجاتي. لو انا من النوع الذي يبيع رخيص، عجبه عجبه ما عجبه في ملايين غيره بيع بس. لكن لو انت يعني هدفك تشتغل بشغل محترم مرتب، مسعر تسعير صح يليق بشركتك يليق بالماركه، تخليك حذر من هذه النقطة. بالنسبة لآلية الدفع، أسلوب التسعير، كيفية الدفع، شهري مش شهري سنوي، كله يعتمد على نوعية المنتج. أنا أفضل أنك سعر أو خلي آلية الدفع وأسلوب الدفع بالطريقة التي تتناسب مع أسلوب التسعير والدفع الحالي الذي يستخدمه العميل. يعني لو العميل الآن متعود أنه مثلا لو معك لعبة، تمام، لو معك لعبة والعميل متعود مثلاً لعبة، فلنقول أنه معك لعبة تنافس لا مش Angry Birds، تنافس مثلاً ذكر زمان الأتاري، هذا اللي ندخل نلعب كذا تحط فلوس وتلعب أركيد، تمام. لو أنت تحاول تنافس الأركيد، كيف بتسعر المنتج؟ يعني كيف بتخلي أسلوب الدفع؟ بالزمن أو بالفوز، لأن العميل أصلاً متعود أنه يلعب، لو فاز يواصل، لو انهزم تنتهي الوقت يلا ادفع من جديد. فما تجي تخترع له أسلوب مختلف يربكه، حاول تشتغل بنفس الأسلوب الذي هو متعود عليه أصلاً إذا يتناسب مع شركتك. فهذه وجهة نظري بالنسبة لآلية التسعير، تمام؟ عندي سؤال. أهلاً، تفضل. بما أن الاهتمام أغلبها عن التقنية، المشاريع التقنية. أيوة. وأنت تحدثت عن التعقيد في الكود قبل شوي، أنه ترى أنه مبسط أيضاً تمشي مع التقنية. صح. فأنا أتكلم كيف تربط موضوع التخطيط لخدة
الاستخدام والكوست القيمة، وإنك تلبي الرغبة فيما بعد. يعني مثلا أنا بني مشروع تقني الآن باختياري التقنية تكون رخيصة أنا اللي في أبدأ فيها، يعني سعرها مكلف، لكن إذا اخترت تقنية أخرى في مكلفة علي، لكني ممكن يعني ما بعد سواجه إنه مثلا التقنية اللي كانت غالية سيكون ما تلبي رغبة العميل. يعني أنا أضرب لك مثل، يعني في عميل، في شخص عنده نظام ERP سيستمز، أيوة، جاء يبغى نظام آخر، نظام حجوزات يعني، تمام، نظام إدارة حجوزات. فهو كيف كان جاء أكثر من خيار أمامه، خيار مثلا إنه واحد يقدم له نظام يرتب حجوزاته، لكنه إمكانية الانتجريشن مع نظامه صعبة يعني، تمام، الراجل لازم يحتاج إنه يعيد بناء، تمام، تمام. آخر لا، قدم له مثلا نفسه، هو يستخدم تقنية مايكروسوفت، فانتجريشن مع الـ ERP سيستمز مثلا، تمام، سهلة بسيطة، أوكي. فكيف إنه الواحد يرتب هذا البلان يعني من البداية؟ طيب، أعتقد الموضوع يتعلق بالتركيز. نوعا ما أنت لازم يكون معك استراتيجية معينة. مش كوي يعني، أنت في المنافسة عادة تنافس على تختار your competitive edge، اللي هو العامل التنافسي في شركتك أو في منتجك، تمام؟ ومن الخطر جدا أنك تخلط. يعني أنت يا إما تنافس، إيش أساليب التنافس يا جماعة؟ أسمع، السعر، تنافس بالسعر، يعني يكون سعرك أقل، الجودة أفضل، القيمة المضافة، أوكي، ليه؟ استمرارية. دخلنا بالحاجة السوفت، خلينا بالرئيسي، ليش؟ خدمة العملاء، ممكن ما بعد البيع، هذه حاجات إضافية، بس السعر، السعر الرئيسية، تنافس بالسعر أو بالجودة، الجودة كمان أساسية، المكان، ممكن الابتكار، الابتكار الرئيسية برضو. وفي كمان واحدة رابعة مهمة اللي هي الفاليو فور ذا باك، يعني القيمة اللي هو كم أدفع والعائد مقارنة بالدفع، تمام. وفي طبعا كاستمر سيرفيس، المكان، الخدمة، الاستمرارية، تاريخ الشركة. وهذا من الخطر على فكرة. في كمان using the brand اللي هو الماركة ككومبيتيتيف ايدج، انك تستخدم الماركة تبعك نفسك كأنها عامل تنافسي، تمام. من الخطر انك تخلط، يعني انت لازم تقرر انا حاب اشتغل على اي اساس. يا اما ان انا اشتغل تنافس على اساس السعر، تنافس على اساس الانوفيشن، تنافس على اساس الكواليتي او الكذا. استحاله، تقريبا شبه مستحيل انك تحاول تعملهم كلهم في منتج واحد. تقول انا بخلي اقوى براند واقوى كواليتي واقوى مش عارف ايش وارخص سعر، الله معك، انت كذا قريت على نفسك الفاتحه، لانه اصلا استحاله، ما ينفع تجمع الحاجة. ممكن تجمع حاجتين مع بعض، مثلا تقول cheapest price وكاستمر سيرفيس، ممكن اقبلها، لكن انك تجمع كل شيء صعب. طيب انت تتكلم في حاله منتجات مختلفه وفي المستقبل، ايش مخططاتي للمستقبل؟ انا افضل انك تلتزم بخط واحد اصلا، كمان هذا يسهل عليك الكوميونيكيشن مع العملاء. تتمنى انه العميل يحطك في باله بفكر معين، ان هذه الشركه شركه ابتكار، هذه الشركه اسعارها رخيصه، هذه الشركه الكواليتي تبعهم قوي جدا، هذه الشركه الانوفيشن تبعهم كذا، تمام. فتحاول تنظم منتجاتك بحيث انها تتوافق مع الاستراتيجية العامة للشركة، بحيث انه ما يحصل اختلاف، العميل يشوف الامور ببساطة. طبعا في امثلة انه في شركات تحاول تعمل الاثنين. عادة الشركات تعمل هذا لما توصل لمرحلة تشبع في قطاع معين. اعطيك مثال، السيارات، تويوتا شغالة ايش؟ ايش الكومبيتيتيف ايدج تبع تويوتا؟ كواليتي، مش السعر، في ارخص منهم، لكن الجودة تبع تويوتا مقارنة بالسعر المدفوع هو كواليتي كواليتي. تلاقيهم يتكلموا دائما على الجودة. امسك اي اعلانات تبع تويوتا، تلاقي الجودة هي العامل الرئيسي. اشتغلوا عليها واشتغلوا عليها واشتغلوا عليها، ما تكلموا غير فيها. على فكرة كان زمان المنتج الياباني زبالة، كان ما حد يستخدمه اصلا، يعتبر زي الكوري الان الذي بدا يتطور اصلا، يعني كان زي الصيني ممكن تقول. اشتغلوا عليها لما نجحوا فيها، وبعدين قدموا خط جديد اللي هو ايش؟ لكسس، وبدأوا يتكلموا على البراند واللكجري والكذا. بس بعد ما وصلوا لنسبة تشبع ونسبة سيطرة على مجال الكواليتي هذا، شبعوا منه، فقالوا يلا نبدأ ندخل في خط جديد. في شركات تعمل كذا، لكن احنا كشركات ناشئة من الأفضل عدم التخبط، تقرر على مسار معين وتواصل فيه. يعطيك العافية أخوي عماد، سؤالي شوية بيرسونال كذا. خير. بعد 3 سنوات من بدايه مشروع عقارنا تقريبا، أيه. هل قدرت توصل لمرحله الموازنه بين حياتك العمليه وحياتك العائليه
المعيه الشخصيه وكبر ريتويت ايش الفضايح بس خلي له ايوه اللي بعده الصراحة سؤال محرج وللأسف لا للأسف لا وهذا شيء لا أفتخر فيه بس إلى الآن أجد صعوبة كبيرة في الموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية لدرجة أن بدأت أيأس من أصلاً وجود هذه نقطة التوازن هذه اللي يتكلموا عليها هو قرار شخصي أعتقد أنه بإمكاني لو أحببت أنه أعمل هذا التوازن بس اتخذت القرار مع من يشاركني في القرار أنه في مرحلة معينة من حياتي كرستها لهدف معين إلى أن يتحقق الهدف بعدها إن شاء الله نرجع إلى نقطة التوازن بس هو ها؟ إذا بس هو السؤال هذا كويس لا مش سهل والله صعب موضوع صعب صعب تفضل أوكي أنا من اليوم أن التسعيرة كمان تعتبر كتلتر للكلاينت يعني أنا مثلاً اشتغلت فترة كفريلانس وقت بلبا لما كنت أسعر 100 ريال 200 كجوري كلاينت أضعي أنا كلاينت صح صح لما ارتفعت أسعاري لأني كلاينت اللي هم لي لونج تيرم بالفعل يعني ساعدوني كبلبا أطور من تقنياتي صح فهل أنت كمان تستخدم نفس الطريقة هذه في شغلك ولا أنت مفتوح السوق لأي واحد يعني لا 100% هو فلتر آلي ومقصود وفي نفس الوقت مش إيجابي جدا يعني الواحد أحيانا يطمع أنه يأخذ السوق كامل لكن الحقيقة أن السعر فلتر وأوتوماتيكي يعني على طول أنت في عملات تقول له السعر لو غالي وهو أصلا يدور على شيء رخيص ما يشتري طيب في معك مشكلة كيف تحل المشكلة مع هذا العميل؟ سؤال في لا لحظة عاد ما كملت الجواب أنا سأل لا العادي ايوه الان معك عميل جالك قلت له السعر قال لك لا يا اخي ما اقدر السعر غالي وميزانيتي ما تسمح لا شكرا خسرت عميل ايش الحل تفضل شاف الثلاثه الاوبشنز غالي اهم شيء علمه ان السعر في البرودكت غالي غالي يا اخي ما فيش معي فلوس ما شاء الله عليك حلو بس غالي لا بس مو شرط انه هو يشتري بس انه وصل للفكره ان انت بتدفع على شيء كويس تمام ما اشتراش ايش تعمل بيتكلم عنه ما فيش معه فلوس يقول لك ما اريد حتى اقرب ولا انك بتورط لي وتخليني زعلان ان ما دفعت اوكي لحظه بس لحظه تفضل تمام هل بيشتري؟ جميل جدا انا اتفق مع راي الاخ علي لانه وصلني بس وتاخر تمام اعتقد لا بالفعل اتفق معه شخصيا اشوف انه ما في حل انت قررت انك تستهدف فئه معينه خلاص لازم تتنازل ما بتعرف تلم السوق كامل يعني ما تعرف تلم كل الناس دائما اواجه هذه المشكله في ناس يقول يا عماد عميل عارف لو تنزل له السعر شويه مستعد يشتري ولو تدي له سعر مختلف مستعد يشتري نرجع لفكر تريد تركز تعمل براند معين واسلوب معين ولا شغل عرب وبيع اي حاجه ويلا وهات اي شيء لا خلاص اقتنع ان هذه الشريحه مش لك لازم يكون اسلوبك معاه مؤدب لازم انا عجبتني كلمتك انك تفهمه وانت مقتنع انه ما بيشتري بس تخليه يفهم ان هذا المنتج غالي بحيث انه يصبح اداه تسويقيه لك برضو انك تعامله باحترام وتبين له انك تعاطفه معه على اساس ما ينقم عليك يعني انت ممكن تحول هذه الفرصه لفرصه تسويقيه لفرصه وورد اوف ماوث انه يروح يتكلم عنك يقول يقتنع شخصيا انه والله الجماعه هذول محترمين جدا بس غاليين شويه لكن سعرهم كذا ما قدرت تشتري منهم حصل معايا سيناريو قبل اسبوع يعني قبل ما اجي هنا على طول في عندنا سعر معين قالنا عميل ما يتناسب معه السعر اصلا من طبيعته كذا ما يتناسب معه شكل السيلز تبعنا شطار اشترى استغربت قلت والله اشترى تمام يلا على بركة الله مع انه احنا عارفين ان هذا العميل ما يقدر يشتري هذا المنتج او المفروض ما يشتري هذا المنتج اشترى صاحبنا خذ المنتج يوم يومين اتصالات
المنتج مش شغال، المش عارف ايش، لا الفاليو وعدتوني مش فاهم، لا في مشكله. والسيلز يكلموني عماد في مشكله، العميل يشتكي، ايش نعمل؟ قلت له تعال خذ المبلغ، روح لعنده سلم المبلغ، اعتذر له، قل له شكرا جزيلا، حصل سوء تفاهم، ما نقدر نساعدك في الوضع هذا، وانسحبنا. في الحاله هذه انا اصلا كنت مقتنع ان العميل هذا مش الفئه المستهدفه عندي نهائيا، الفاليو الذي احنا نقدمه ما يتناسب معه نهائيا بكل الطرق، بس ما ادري كيف دخل في العمليه. فكان معايا خيارين، يا اما ان احنا نحاول، اصبر شويه، طب تعال نجرب كذا، جرب يمكن المشكله عندك، يمكن كذا، او انك تبهره بجواب سريع. الراجل العميل نفسه استغرب، كيف رجعتوا لي فلوسي كذا؟ حتى العميل الشباب يقول لي العميل كان ممكن ايه يعني تلاقيه ايش، لا لا طيب ما اريد الفلوس، لا ليش استعجلت وكذا، خذ فلوسك شكرا مع السلامه. تضمن ان العميل هذا لا خصمنا منه رغم انه عدت فتره، ورجعنا له فلوسه بدون اي وجع دماغ، وهذا شيء نادر في الوطن العربي. احيانا تدفع فلوسك خلاص، انك ترجعها انسى، راحت ذابت. تلاقي العميل انه صح استغرب، يشعر شويه بالندم انه يمكن هو استعجل، تخلي المشكله عنده، يقول لك يمكن انا استعجلت، الجماعه هذول المحترفين رجعوا لي فلوسي وكذا. ولو حد ساله عن تجربته معك، أن تضمن جواب شافي. قد يقول لك والله ما استفدت حاجة بس رجعوا لي فلوسي. العميل الثاني يقول لك شكلهم محترمين، أجرب معهم، لو رجعوا لي فلوسي حلو. ففي هذه بالنسبة للتسعير ما تقدر تأخذ الناس كلها. تفضل. تمام. طيب سؤال بسيط، اللي هو مسألة السول فاوندر versus الكو فاوندر. انت واضح انك سول فاوندر، فسيليكون فالي عباره عن دائما يدور، يعني دائما يكون كو فاوندر على الاقل مع الشخص. ايش تشوف كيف السول فاوندر اللي هو المؤسس الوحيد اللي ياسس فكره وينطلق ويمكن يبحث عن مستثمرين صح، لكن في النهايه ما في احد يشارك الطريق. كو فاوندر لا، غالبا في التشغيل فيه اشخاص معك من الملاك ومن الشركاء. سؤال مهم. بالفعل انا مؤسس وحيد وفريد وايش ما قالوا. انصح بالكوفاوندر، الطريق صعبه وستشعر بالوحده كثيرا لو انت لوحدك، بصراحه شيء متعب. مهما كان فريق العمل المتكاتف معك وعايشين التجربه، يبقى في لحظات الطحن، لحظات الصعبه بالفعل، المواقف اللي فيها قرارات صعبه، تجد نفسك وحيد تكلم نفسك، عارف يعني. تخيل يعني انت ما معك مرتبات، الشباب ما ينفع تروح تقول لهم يا جماعه ما في مرتبات، ايش رايكم؟ تلاقي كل واحد رسل السي في، الناس خطير. لكن لو معك مؤسس تتكلم انت، يا ايش تعمل يا اخي، معك فلوس نشوف نبيع نتصرف نعمل شيء. موضوع صعب جدا بصراحه. انا بالبدايه كنت مصر اصرار كامل انه وان كو فاوندر، يعني وان فاوندر جميل، مؤسس لوحدي لا وقع راس، الشراكة ما منها إلا المشاكل، هذا اللي علمونا الناس الكبار. فقلت خليك من الشراكة وقع راس. بس الحقيقة الموضوع صعب. أنصح دائما إنه يكون two co-founders. خذ واحد عكس عنده مهارات عكس مهاراتك. لو أنت تسويق مبيعات وبزنس، هات واحد تكنيكال، هات واحد الذي يعرف يبني المنتج. إذا وجدت اثنين بس على فكرة، يعني اختيار الكوفاوندر الله أعلم كيف، يعني أنا أتوقعه صعب جدا، يعني شيء معقد جدا. ما ادري بصراحه، ما عندي نصايح فيها لانه ما جربتها، بس ديفينتلي موضوع انك تكون وان فاوندر صعب جدا. وانصح بتو فاوندرز، لا انصح باكثر من تو، يعني ثلاثه اخر كلام، اكثر من ثلاثه انت يعني تدور على مشاكل، لانه اكيد واحد بيحصل له ظروف يتراجع وتبدا تتلخبط القسمه، يعني عمليه تصبح معقده. فتو رقم ممتاز. طيب طيب دحين في المثال اللي قال مروان في المشروع اللي هو هديه، ايوه هديه، ايوه. طيب انا بس مجرد يعني الرجال افكر من اول ابغى اطبق الطريقه اللي انت قلت عليها في المشروع هذا. تمام. اللي هو طريقه التسعير وضرب في 10، بسيط. انا قلت لك الجواب والله ضرب في 10، يعني تقريبا انا اعتقد ضربت في 10. انا جالس افكر قلت اوكي مين البديل، طيب البديل ارخص، طيب اوكي كيف انا رحت اضرب في 10، يعني سيف مضمون ما تغلط فيه. احيانا في حاجات صعب ايوه صعب تسعر بالفعل، هذا منتج صعب تسعير، ايش البديل؟ ما في بديل. لا انا فكرت يعني ايش اغلى هديه، تكلفتها كم؟ طيب كم تكلفته عليكم؟
هم مثلا يقول لي التكلفه 100 ريال او 1000 ريال، اولا اوتوماتيكيا نضرب في 2، دائما نضرب في 2 او 1.5 لان صاحب الشركه في البدايه دائما يحسب كل شيء غلط، فانت اضرب في 2 هذا التكلفه الحقيقيه تمام، وبعدين نضرب في 4 في 5 تطلع على رقم يعني فيها شويه تقريب، وان اخطات دائما ممكن تنزل السعر تعمل ديسكاونت شويه وكذا، يعني ما في لها علم واضح. الشغله الثانيه بس مجرد يعني تاكيد على الكلام اللي جبته انه في احيانا يعني منتجات تكون غاليه، وانا عارف اني انا مثلا ما اشتري المنتج هذا بس اقول هذا منتج ممتاز، مثلا عندنا مثلا نتكلم اس اي بي، طيب بالنسبه مثلا ل سوفت وير ايوه، طيب ما تلاقي احد في السوق يقول لك والله اس اي بي فاشل، كله يقول والله اس اي بي ما هو ممتاز بس مره غالي، ما نشتريه بس هو مره رهيب. صح، ف أكيد تعزز هذا الموضوع بالفعل. شكرا بالفعل. يلا شكرا. أسئلة أتوقع لن تتوقف، لكن أتوقع الوقت يأزف، إذا كان ضيفنا يسمح نعطي 10 دقائق زيادة للأسئلة المتبقية. والله إذا في أسئلة ما وراي شيء بس. فنأخذ سؤالين أخيرين ثم بعدها إن شاء الله نفرق. سؤال. صح؟ اخترت الأسماء. في اثنين سامعين. تبغى تسأل بسرعة؟ تفضل. هذه ادفانتج الواحد قدامه توفيق. طيب اخوي عماد، انت تركز في جانب انه عندك انت خدمه تقدمها، فلازم يكون عندك يعني بريميوم تدفع دفع الكاستمرز عليك. انا اشوف انه في جانب ايجابي هنا، لكنه تفكر في التوجه الاخير الان، يمكن تقريبا بدايه عام 2000 التوجه بدا الان على تقديم لكجوريوس سيرفيسز باسعار زهيده او اكثر، يعني زهيدة بشكل كبير مقارنة بالأسعار اللي كانت قبل 20 سنة أو 15 سنة. أنت الآن ممكن تشتري تيشيرت من أول تشتري بمبلغ 100 دولار 200 دولار تشتري الآن 35 دولار، هو نازل نفس البراند الآن انخفضت أسعار بشكل كبير. صح. مع مقابلها زيادة في الدخول، يعني لاحظوا إنه الدخول قليلة في السابق وقابلها زيادة في الأسعار، الآن صار العكس، دخول عالية وفي نفس الوقت الأسعار منخفضة بشكل كبير. أبل لما دخلت مع الآيتونز من اول واحد يشتري السونج يمكن 5 دولار 6 دولار يمكن 10 دولار، السي دي كله يرفع عليه 50 دولار 70 دولار صار يشتريها ب 99 سنت. يعني انت الان قاعد تهاجم فكره انه لا بيعها غالي، طيب ممكن يكون عندي مليون كاستمر. صح، لما بيعها غالي ما راح ابيع على 1000 او 2000. صح، وش اختار في هالحاله؟ طيب سؤال معقد بس وجيه. في عدة عوامل وانت تتكلم جات على بالي عدة عوامل. العامل الأول مدى نضوج السوق الذي تستهدفه. لما تدخل سوق ملابس الله يعينك، كيف تبيع براند في سوق ملابس الآن؟ السوق متشبع والبوزيشنينج حصل في مخ العميل. العميل خلاص أسماء ماركات الملابس وماركات السيارات وماركات التلفونات شبه انطبعت. إنك تحاول تدخل ماركتك يقول لك إيش؟ سوري هارد ديسك إز فول، يعني ما عاد فيش مجال انك تدخل، فتعدي. لكن لما تدخل في قطاع جديد المراتب الهرم للسوق هذا فاضيه، فاختار تريد الهرم، تريد تكون تحت القاعده عريضه بس الهامش الربحي قليل، تريد تطلع فوق القاعده صغيره نوعا ما لكن الهامش الربحي عالي. عاده الشطار يطلعوا فوق، يعني عاده في معظم الاسواق البداية دائما لما يدخل سوق جديد يولد. فكر بالتلفونات، ذاكر التلفونات هنا الموبايل كم كان سعر الدقيقة أول ما نزلت في السعودية؟ سعر الجوال 10 دقائق. تخيل ليش؟ بدري دخلوا، بدري، فأنت لا أنت داخل على سوق بدري. ليش سعر تسعير أمريكا والسوق هناك غير سوقنا؟ فأنت سعر بناء على معطيات السوق. شوف السوق ما في حد أصلا، ما في حد، فتروح تمسك لي البوزيشن الذي تحت الذي الناس دائما يضطروا للدخول فيه لأنك موجود لأنه في واحد فوق، ولا تطلع فوق انت حر، يعني على حسب. في منافسين تدخل في النص، شوف المكان. موضوع الايتونز على حسب كمان استراتيجيتك. لو قلنا احنا اسلوب التنافس لازم تختار اسلوبك، ايتونز اختارت انها تنافس بايش؟ بالسعر. هذا هو الاتجاه تبعهم. انا الذي انصح فيه نوعا ما نافس بالماركه بالبراند بالسيرفيس والكواليتي. بس العدد الكاستمرز مو زي السابق طبعا، يعني انت صعب تلقى واحد. لو مثلا احد لو 1000 واحد ترى البرنامج، لو 1000 واحد عرف عن البرنامج حقك انت يعني موفق. الان ممكن 100000 يعرف. شوف انا معك، مش شرط ان احنا نتجه للتسعير اللي هو القمه،
بس النقطة الذي أحب أكد عليها أن الشباب العرب تسعيرهم غلط، أنا واثق منها. يعني مش شرط أنك تطلع لقمة الهرم بس التسعير تبعنا غلط، وهو سبب فشل الشركات العربية في التسعير والتسويق والبيع، واضح جدا. كم من شركة أشوفها حرام لو بيدي أحولها على طول شركة ناجحة بعد الشغل هذا كله، ما تنجح كيف؟ كان التسويق غلط أو التسعير غلط أو البيع غلط أو في شيء حصل غلط. في مثال كنت حاب أذكره ونسيت بس حلو ذكرتني فيه. المثال هذا معلش أخذ من وقتكم شوية، يعني مواقع التوظيف. مواقع التوظيف أذهلتني، يعني قريت عليها فترة وغيرت تفكيري، وهي من أسباب إعادة نظري في مبادئ التسعير. إيش مواقع التوظيف المشهورة؟ بيت، مهنتي، طيب عالمياً لينكدين، تمام. انا بختار ثلاثة اسماء، لينكدين وبيت وفي موقع في مصر اسمه وظف، تمام. ثلاثة مواقع. لينكدين كيف يربح؟ بسرعة. كيف يربح لينكدين؟ انتم بتستخدموه، دفعتوا فلوس؟ بكم الاشتراك؟ بكم حد اشترك لينكدين؟ بكم؟ $50. سعر غالي ولا رخيص؟ كم تمثل هذه $50 من إجمالي أرباح لينكدإن؟ وين وين تدخل بقية الفلوس؟ غلط، مش من الإعلانات، من وين؟ ها؟ ولا جوجل أدسنس، ولا إعلانات الوظائف، ولا جوب بوست، ولا بيع المعلومات، نعم نوعا ما تشبهها. الشركات يبيعوا لهم اليوزر نيم الواحد على أساس يدخل يسيرش الداتابيس الذي هي معلومات ببلاش $7,500. شركة أدوبي معها 500 مقعد، 500 يوزر أدوبي بس، 500 يوزر في لينكدين، الواحد 7,500 أضرب، هذه أدوبي بس. سيرتش لمعلومات مقسمة بشكل لا جوجل تعرف تجيبه، يعني يجي يقول لك لو اشتركت فيه أنا ممكن أقول الآن أريد كل الموظفين اللي شغالين في بنك الراجحي لهم أكثر من 7 سنوات، تخصصهم كان كذا، وقبل الراجحي كانوا شغالين في سامبا وساكنين في الرياض. جوجل ما يعرف يقدم هذه الخدمة، ما في حد يعرف يقدمها. ف $7,500 ما كان هذا السعر على فكرة موجود، كان مؤسس بالسنة، كرسي بالسنة. مؤسس الشركة لما عمل لينكدين ما كانت هذه الخدمة موجودة، جابوا رئيس تنفيذي ثاني عرف قيمة الداتا وحولها من كود لذهب. أنا ذهلت يا $7,500 عشان اكسس اعمل كويري اس كيو ال، يعني انا كتكنيكال اقول لك يا اخي هي كويري له 100 ريال، من تكنيكال سايد ايش التكلفه؟ كم كويري بتكون على اساس ليش ادفعه؟ كنت منبهر جدا، قلت والله انصح الشركات العربيه وكذا. فاعرف صاحب بيت الاستاذ ربيع عطيه، طبعا هي واز ماي منتور، يعني اشكره ساعدني بحاجات كثير. فقلت اقدم له نصيحه، اكيد مش عارف ولبناني عارف، تمام، يعرف كيف يبيع ذهب. انا بصراحه احترمه جدا، من 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 من, من اذكى الشخصيات في الوطن العربي في بناء شركه وكيف باعها وكيف يتحرك. دخلت في مصر كنت حاب اوظف، فاشتركت، قلت مصر سيرتش اكيد مجاني ويمكن تدفع. دخلت اريد اكسس $500 على اساس اكسس الداتابيس، ويقول لي لا انت الان اكسس ب $500 على مصر فقط في الشهر، على مصر فقط، يعني لا ما تعرف تمسك الدولة الثانية. أعتقد $500 كان رقم بس عالي، فحسيت أن الناس هذه والله فهم قيمة الداتا، رغم أنه في مواقع عربية ثانية نزل الذي تريده، المعلومات كلها مفتوحة، ولا أعرف قيمة الداتا الذي عنده، سايبها كذا. موقع وظف مؤخرا استخدمته في مصر، بصراحة الشباب شطار، يعني عملوا حاجة حلوة، بس ناقصهم معيار واحد، التسعير ناقصهم، غلطوا في التسعير. المنتج مصمم بشكل أفضل من بيت وأفضل من لينكدين، من داخل عجبني جدا، يعني فيه سيرتش خرافي. أنا بصراحة رسلت لهم رسالة شكر إنه كيف فكروا في كل هذه الأشياء، وأسلوب التعامل مبتكر داخل لما تستخدم الموقع مبتكر. أنصح الناس تطلع عليه، موقع ممتاز جدا، والداتا عملوا لها قيمة. يعني ألاقي سي في أريد رقم التلفون يقول لك شو ذا فون نمبر، تعمل كذا يقول لك معك 10 بس تشوفهم، باقي لك 9. حسسني انه كل سي في، كان زمان تجي لي سي فيز في مصر بالهبل، نزل في الداتابيس، يعني نزل معايا فولدر انزل سي فيز عندهم. بدات احس بقيمه كل فرد لما الاقي واحد اشتريه ولا لا، اشتريه ولا لا، رغم انه السعر مش كثير، بس حسيت
يلا انلوك على بركة الله وانزل واقرا السي في تمام. حسيت بقيمتها رغم انها قبل تجي لي سيفيز يعني بدأت اقول والله الجماعة عملوا شغل محترم بس التسعير كان مش صح، التسعير غلط. يعني عاملين تسعير مش عارف 1000 جنيه 2000 جنيه يعني مبالغ اوكي حلوة بس ممكن تدفع اكثر. يعني على الحل الذي قدمته في عندك فرصة انك ترفع من القيمة وتسعرها بشكل افضل. خلصت الرانت تفضل. كتقني قد يكون لدينا بعض يعني الرغبة في حل بعض المشاكل التي تواجهنا كأشخاص بطريقة نستخدم فيها التقنية وأيضا لهدف أن نكون يعني بالأخير بزنس جميل، لكن قد نكون أقوياء في الجانب التقني وبعض الضعف في الجانب الأعمال أو البزنس. فكيف ترى أن نغطي هذا الضعف؟ هل مثلا من خلال دورات قراءة، من خلال التجربة والفشل، أم من خلال مثلا بعض البرامج الآن مثلا الآن فيه مثلا درجات مثلا ممكن حديد اسمها ماجستير سوشيال انتربرينورشيب تكنولوجي انتربرينورشيب حتى كيف الطريقة المناسبة؟ هذا كسؤال أول. سؤال ثاني سؤال واحد ترى طيب أكتب هذا السؤال خلاص شكرا. طيب الإجابة بسيطة، شريك، دور على كوفاوندر بس لا تجلس تعك وتحاول تفهم ضيع وقت الصراحة، إلا لو يعني في ناس محظوظين ربك رزقهم مهارات خارقة أنه يكون تكنيكال ممتاز وبزنس ممتاز هذا موهوب. أنا بصراحة مالي في التكنيكال على فكرة ضعيف، يعني أفهم التكنولوجي كذا مشي حالك يعني فهمي يعني درستها بس مش ما أعرف أكود، فعندي البزنس قوي بس التكنيكال ضعيف وواجه صعوبة أحيانا بهذا السبب. يعني أوكي أفهم بس لو يوم في الليل في مشكلة ما أقدر أدخل أحلها، لكن لو الساعة 4 الفجر صراحة الشباب معايا الفريق العمل ممكن 4 الفجر أتصلهم يحلوها، بس يبقى يعني أحيانا لازم يكون الكوفاوندرز عندهم القدرة أنهم ينفذوا كل شيء. فلا تحاول تعمل كل شيء لحالك، خليك أنت تكنيكال، ركز على التكنيكال وشوف لك واحد بزنس ماركتينج سيلز يكون قوي في هذه المنطقة واشتغلوا مع بعض. أنصح بشدة بهذا الاتجاه. دورات ممكن تأخذها من باب أنك تستوعب بس كلام البزنس، بس مش أنك تحل كل مشاكل البزنس بنفسك، يعني صعب جدا صعب جدا. تفضل. أخي عماد، بالنسبة للرواد الأعمال الجديدين في المجال هذا، يعني هل يعني مثلا أي أفضل يعني يختار أنواع التأسيس؟ هل يعني مؤسسة، شركة مسؤول محدودة ومن هذه الأنواع؟ يعني وإذا كان في مستثمرين يعني إيش صلاحيتهم وإيش نسبة رائد الأعمال ونسبتهم؟ هل رائد الأعمال لازم يدفع الحصة كاملة بالنسبة له زي كذا؟ هذا سؤال طويل وعريض بصراحة. بالنسبة للجانب القانوني اسأل محامي، لأنه أنا بصراحة مش 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 فاهم فيه كثير، خصوصا لكل بلد قوانين مختلفة ومش مبدع فيه كثير. بالنسبة للأمور التقسيم هذا سؤال، أنا أنصحك تقرأ تدوينة للأخ جهاد، أعتقد مشى من هنا، في معه تدوينة عن الاستثمار وتقسيم النسب ممتازة جدا. بالنسبة لصلاحيات المستثمرين، انا من انصار المستثمر يكون سايلنت، يدخل براس مال وما يتدخل في الاداره، اقصى تدخل انه يكون عضو في مجلس الاداره وفقط، ما يتدخل في اداره المشروع. طيب نشكرك جدا على المعلومات. شكرا. الطيبه. من زمان ما صار في تفاعل، يمكن اخر محاضره زي ما قلت في البدايه ان كانت اخر جلسه كانت مع خالد زيد، كانت قبل اكثر من 6 شهور. ان شاء الله تعالى ما نبغى انقطاع او خلينا نقول جفوه لهذا، فعشان الموضوع يستمر نحتاج كوفاوندرز الجدد اللي يبديك. شباب ما شاء الله أسسوا عبد الله وحنا أسسنا وبدأنا الموضوع، لكن لا نريد الموضوع يقف علينا، فودنا الموضوع يستمر. الكل مطالب اليوم بما أنك جيت واستفدت، الآن عليك دين أنك ترد هذا الشيء. نبغى الشهر القادم ساعدونا في موضوع التنظيم، أي أحد باللي يعرفه سواء سبونسر ولا منظم ولا أي شيء، الموضوع فعلا ما أحتاج إيميل فقط أرسلت العماد. الله يعطي العافية، في خلال أقل من نص ساعة ردت عليه بالموافقة واشتغل مع العماد في الإيميل، ما أحتاج حتى أكلم. فالموضوع سهل جدا، ندري أنكم مشغولين لكن نتمنى الموضوع ما يقف، فهذا رجائي من الجميع. كلكم استفدتوا اليوم، أنا أولكم، فما ودي من الفائدة تنقطع. الله يعطيكم العافية. نكرر شكرنا مرة ثانية
ضيفنا الكريم والبادر للاستضافة، وكذلك دايت سنتر على دعمهم، وإن شاء الله ما نتوقف عند هذا الحين. متى ممكن نشوف المحاضرة مرفوعة؟ إن شاء الله بكرة. فممكن المحاضرة نفسها تكون مرفوعة على اليوتيوب اللي يبغى يرجع لها. العدسة اللي بتصير هذي بس. لا اوكي يلا صور صور اللي ما جاي يستاهل. يلا تشيز يا جماعة تشيز تشيز. يلا. ليش سكتنا كلنا؟ يعطيك العافية.